السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير في كل زمان وفي كل مكان للإخوة والأخوات اللي موجودين في أماكن مختلفة عننا. بنحييكم بكل التحية اللي بتحبوها، وبنصبح عليكم وبنمسي عليكم وبنقول لكم السلام عليكم إن شاء الله. اليوم مع جمعية حسنات الخيرية للتنمية البشرية من مدينة ميلوز في فرنسا. هم طلبوا مننا أننا نعمل لهم محاضرة، وبعثوا لنا بعض الأسئلة عشان نتكلم عنها وبعض المشاكل اللي بيواجهوها هناك. كذلك في بعض الإخوة برضك بعثوا لنا أسئلة أخرى عشان نتكلم عنها. أنا هبدأ بمقدمة ليكم كلكم أو لينا كلنا في التجارب الإنسانية والمؤسسية اللي بنتكلم عنها. طيب نبدأ بأول شريحة. أول شريحة دي أنا هي كانت محاضرة عندي، والرابط موجود تحت أمامنا، والرابط في سبع في المحاضرة كاملة اللي عايز يشوفها يعني على اليوتيوب. لكن أنا رسمت فيها سبع أهرامات في أي عمل مجتمعي عندنا بتمر في المؤسسة من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة أخرى كذلك. أول مرحلة عندنا في الأهرام المجتمعية هو الهرم الانفعالي. كلنا بننفعل وكلنا بنتعاطف وكلنا بنهب وبنفزع وبنهرع إذا كان في هناك كارثة، فيضان، زلزال، حروب، نزوح، لجوء، تشرد إلى آخره. فلذلك في هذه في حد بيشخبط على الصورة يا أخت آية، يا أخت هاجر، بيكرفل مع الشخص اللي بيشخبط على الصورة. هاجر، فاطمة، can you mute him please؟ okay. معلش يا شباب، ده بيحصل لنا دايما في المحاضرات، ففي بعض الناس بيخشوا كده وبيحاولوا يفسدوا المحاضرات. انت ممكن تحط الصوره بتاعتي يا فاطمه يعني على السكرين. سبع اهرامات زي ما انتم شايفين عندكم في الصوره. اول هرم هو الهرم العاطفي بتاع الجمعيه، اللي هو بيحدث لكل الناس سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق أو من الغرب أو مسلمين أو غير مسلمين، لأنه هو بنسميه الهرم العاطفي. الهرم العاطفي احنا بننفعل فيه كلنا علشان نهب من أجل قضية معينة، نزوح، لجوء، زلزال، فيضان، اغتصاب إلى آخره. والجمعيات بتاعتنا كلنا سواء كان جمعيات إنسانية أو جمعيات خيرية بتقوم بهذا الدور. ننتقل من هذا الهرم للهرم المجتمعي اللي هو الهرم التلاحمي، اللي بتحاول الجمعية تبني فيه المجتمع من أسفل لأعلى ومن كل جانب من جوانب المجتمع. وذلك كتير جدا من جمعياتنا ما بتنجحش فيه أو مش ناجحة فيه أو ما وصلتش ليه. ده أكون بمنتهى الصراحة يعني أغلب جمعياتنا يا شباب، أخ حسين وكل الأخوة اللي معنا أو الأخوات اللي معنا، شاطرين جدا في الهرم الأول اللي هو هرم الفزعة أو هرم الرهبة أو هرم اللي هو الإغاثة الانفعالي العاطفي. قليل جدا مننا بينتقلوا من هذه المرحلة للمرحلة الأخرى، الهرم الثاني اللي هو الهرم البناء المجتمعي اللي فيها حقوق الإنسان، اللي فيها الدفاع، اللي فيها المناصرة، اللي فيها بناء المجتمعات من كل ما جانب، لبناء مؤسسات مجتمع مدني، بناء مؤسسات دولة، مراقبة مؤسسات دولة إلى آخره. الهرم ده الثاني بينجح لما يكون الدولة اللي احنا عايشين فيها بتوفر مساحة للحريات. ما تكونش دولة قمعية، ما تكونش دولة بوليسية، ما تكونش دولة عسكرية، ما تكونش دولة دكتاتورية. ده ما حصل في الغرب. فلما حصل في الغرب بيدوا مساحة للحريات المدنية لكل المؤسسات بتاعتهم، فلذلك بينتقلوا من الهرم الانفعالي للهرم التلاحمي مبناء المجتمعات من الأسفل إلى أعلى أو من كل جانب في جوانب المجتمعات. بعض الجمعيات اللي في هذه المجتمعات بتكون عندها القدرة على رقابة المؤسسات الدولة أو مؤسسات الحكومة نفسها. في ظل هذه اللي هو المساحات الحريات المجتمعية، الجمعيات بتنتقل لهرم آخر أعلى من الهرم الأول
اللي هو الهرم الفلسفي اللي فيه الجمعية بتكون قادرة على وضع القيم، وضع الأخلاقيات، وضع الفلسفات، وضع الثقافات، وضع الأطر، وضع السياسات، وضع القوانين اللي هي بتؤطرها وبترسلها لمؤسسات أو لمجتمعات أخرى. ليه؟ لأن المجتمع اللي عايش فيه هذه الجمعيات هو مجتمع بيعطي حرية كبيرة جدا للمواطن أنه يبدع داخل الجمعية بتاعته بغض النظر عن نوع الجمعية وشكل الجمعية وخلفية الجمعية. فلذلك إحنا في وسط مجتمعات تديرها ديكتاتوريات لن نستطيع أن ننتقل من الهرم الأول للهرم الثاني للهرم الثالث إلى آخره. في ظل استقرار الدول بننتقل للهرم الرابع أيضا، هو هرم الطموحي. فالجمعية اللي عندنا مستقرة في مساحة كبيرة جدا للحريات فيها تنتقل من العمل الداخلي الوطني بتاعها لأعمال أنها بتبدأ تنتشر في كافة أنحاء العالم، سواء كانت تنتشر جغرافيا أو تنتشر فكريا وثقافيا وفلسفيا. لما بتجيلنا سياسات وأطر وثقافات من مجتمعات وجمعيات مختلفة في كافة أنحاء العالم. ليه؟ لأنهم عندهم القدرة على أنهم ينشئوا مثل هذه الثقافات وهذه القيم والسياسات اللي هم بيطبقوها علينا احنا، لان احنا منشغلين فقط بالهرم الانفعالي اللي احنا مش قادرين نخرج فيه علشان ضيق مساحة الحريات اللي موجودة في الدول الكثيرة من الدول اللي احنا بنعمل فيها. بعد كده الهرم الخامس ده اللي هو الهرم السياحي. طبعا ممكن بعض الشباب او الشابات يقولوا يعني ايه هرم سياحي؟ يعني في الدول المستقرة اللي احنا نتكلم عنها دي كلها تستطيع الجمعيات أن تتطور وتبقى عاملة مراكز أبحاث في كافة المجالات اللي بتستفيد منها المجتمعات. والسياحة هنا هو الخروج من الكوكب الأرضي إلى الكواكب الأخرى، كما قالها بيير كيوري اللي حاز على جائزة نوبل للسلام في 1903، هو وزوجته لماري كيوري في اللي هو الذرة. وقال الكتب فقط اللي وصلتنا من المسلمين في الأندلس كانوا 30 كتاب أو أكثر، واستطعنا من خلال هذا العلم وهذه الثقافة وهذا التاريخ أننا نقسم الذرة اللي هي الأتوم ونستطيع أن نخرج بها. فلو وصلتنا كل الكتب المسلمين في الأندلس لاستطعنا أن نمشي بين المجرات في الطرقات. يعني لو كنت أنت قاعدة في مارس أو أنت قاعد في مارس أو في عطارد أو زحل أو الأخر، ممكن تشرب الشاي زي ما أختنا مروة بتشرب القهوة دلوقتي في عطارد، وبعدين تعدي على خالتها في زحل أو في أي كوكب من الكواكب الأخرى. ده كلام بيير كيوري في عام 1903 على قوة الثقافة والحضارة اللي أنشأتها الحضارة الإنسانية في الأندلس في القرون الماضية. فده لما يكون في استقرار سياسي واستقرار أمني واستقرار اقتصادي وفي حرية متوفرة لكل فرد من أفراد المجتمع. الهرم السادس والهرم اللدني، وده علم من عند ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه لفئة معينة من أبناء الشعب المؤمنين به، زي ما أعطاه لسيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام. وعلم مش عنده هو، لأن ربنا حب يعلم سيدنا موسى علم من علم ربنا سبحانه وتعالى. الهرم السابع يكفي الكشوفات والفتوحات للناس المخلصين من أمثالكم اللي هم دؤوبين في العمل بتاعهم 24 ساعة في اليوم، نايمين صحيين، عايز بيفكروا لا بيفكروا في نفسهم ولا في ذواتهم ولا في مكاسبهم الشخصية، لكن بيفكروا في المجتمع، بيفكروا في العالم، بيفكروا في الإنسانية. زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول أمتي 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 أمتي، وأمته مش فقط المسلمين، أمته عامة البشر. وكان يزعل أو يحزن كثيرا جدا لما يلاقي جنازة واحد غير مسلم مات، يقول هذه روح يعني فلتت مني، يعني مثلا أستطع أن أهديها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. السبع أهرامات دول يا شباب إحنا والأسف وممكن تتحدوني في النقاش واقفين فيها كجمعيات ما بين الهرم الأول والهرم الثاني. بعضنا استطاعوا أنهم يخشوا في الهرم الثاني، القلة أقل من 10% من 5% من الجمعيات في الهرم الثاني اللي هو الهرم اللي بيحاول يبني المجتمعات اللي بيعمل التمكين. أما الهرم الثالث فأنا أجزم وأكون مخطئ، فما مش قادرين نخش فيه في مجال الأبحاث، مجال النظريات، مجال التأطير، مجال اللي هو رسم السياسات والأطر للآخرين.
اما الاخرين في الغرب زي ما احنا شايفين استطاعوا ان هم يصدروا لنا القوانين والثقافات والفلسفات والاطر والسياسات والمعايير، لانهم قاعدين في دول مستقره وقاعدين عندهم مساحه حريات متميزه. الشريحه اللي بعد كده، في مسيرتي انا الشخصيه في ثلاث مراحل. مرحله يعني مش عايز ايه انكم تضحكوا شويه، مرحله الحمار ودي انا عديت بيها الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ومرحله المسحراتي وعديت منها بردك، وانا دلوقتي في مرحله الخلاط. طبعا الاخوات اللي قاعدين في البيت هيقولوا الله انت قاعد في المطبخ بتعمل ايه؟ العمل الخيري مطبخ، العمل الانساني مطبخ، العمل السياسي مطبخ، العمل الاقتصادي مطبخ، كلها مطابخ تطبخ فيها الافكار وتحول الافكار الى ثقافات وسياسات واطر ونظم وقوانين الى اخره. ايه مرحله الحمار دي بقى؟ انا بحب الحمار، اتفقنا معايا يا شباب؟ انا بحب ايه؟ الحمار. ليه؟ لان الحمار فيه بعض الصفات اللي وللاسف 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 غير متوفره في كثير من ابناء البشر. الصبر والجلد والدقابه في العمل والتحمل. فمرحله الحمار دي انا استفدت منها لما جيت بريطانيا. كنت شاب صغير وكنا في الايه؟ في المستشفيات، انا اصلا طبيب. في المستشفيات وكنا بنشتغل لما يكون عندنا نبطشيات في الويك اند، يعني في عطلة نهاية الأسبوع، تبقى من الساعة 9 صباحا يوم الجمعة، يوم السبت كله، يوم الجمعة كله، يوم السبت كله، يوم الحد كله، ونروح بيتنا بعد الساعة 5 يوم الاثنين. دلوقتي الشباب بياخدوا يوم السبت ثلاث مراحل، من 9 ل 5 ومن 5 ل 1 ومن 1 ل 9 بقوا بسكويت. يعني الشباب اللي جم بعدنا في الكاتاكاترا او غير كده اصبحوا شباب الكورن فليكس وشباب البسكويت وشباب ايه تاني مش الكورن فليكس وشباب الكرواسان. احنا بقى شباب العصيده وشباب الفول والطعميه وشباب الكشري وشباب ايه تاني الكوارع والحاجات دي كلها. تربينا على الحاجات دي كلها. فمرحله الحمار دي انا بستعملها ليه؟ بستعملها في الوقت اللي انا ما عنديش فيه اي خبره. فبزود العمل عشان اكتسب الخبره. بدل ما اشتغل ساعه اشتغل ساعتين، بدل ما اشتغل 5 اشتغل 10، بدل ما اشتغل 10 اشتغل 20. فعوض نقص الخبره بتاعتي ونقص المعلومات اللي عندي بالعمل عشان اتعلم من التجربه. فانا بسميها ثقافه الحمار في العمل ومرحله الحمار. واضح يا شباب؟ شكرا. المرحله الثانيه بعد ال 20 سنه الاولانيه بدات يكون عندي معلومات. شاب اللي بعد 20 سنه يعني اصبح في 35 40 سنه، و40 سنه دي اللي هي ايه؟ اللي هو اللي سن النبوه، مع عدم التشبيه اننا انبياء. احنا نتبع الرسل هم شخصيا، ولا نتبع الرسل صلى الله عليه وسلم اجمعين. في المرحله دي احنا اكتسبنا خبره في خلال المسيره ثقافه فلسفه عمل الحمار. الخبره دي عايزين ننقلها للناس الثانيين. عايزين احنا المجتمعات النايمه، المجتمعات المخدره، المجتمعات المغيبه. فانا سميتها مرحله المسحرات اللي بيجي لنا عشان يصحينا من النوم. منا بعض الناس هيصحى، منا بعض الناس مش هتصحى. لكن دي المرحله بتجي لنا امتى؟ بعد ما اننا بنمشي في مسيره عمل نكتسب فيه الخبرات والتجارب الى اخره. وده اللي انا مريت فيه في خلال ال 20 سنه الاولانيه، وبعد ال 20 سنه الاولانيه اللي هي في سنه 2000 تقريبا او 2004 او 2002 بدات اشتغل في عمليه المسحراتي، ان انا اكون انا وغيري يعني او نحن جميعا نبتدي ننصح الناس يعني في اشياء تعمل بطريقه مختلفه. ليه؟ لان في خبره. في خبره ما كنتش انا اقدر اعملها وانا لسه شاب صغير، لما ما كانش عندي خبره. المرحله الثالثه اللي انا فيها حاليا دلوقتي هي مرحله خلاط. يعني ايه خلاط؟ يعني انا يعني نحن نعمل الجيل اللي احنا عايشين معاه دلوقتي عشان نعده ليكون قادر المستقبل. ودي اصعب مرحله. بس بعد العمل الدؤوب وبعد مرحله المسحراتي ثم انتقال الشباب. يعني مثلا انا الاسبوع اللي فات كنت في ايرلندا مع مجموعه من الشباب، وفي العربيه بنتكلم وبنناقش، وفي الاوتيل بنتكلم وبنناقش، في المحاضرات بنتكلم وبنناقش. قبل كده كنت مع مجموعه مع الشباب ايضا في تركيا، يمكن انتم شفتوني بعض الحاجات دي، منهم شابتين، واحده من اسبانيا وواحده من ايطاليا.
واحنا في الطياره بنتكلم، واحنا في العربيه بنتكلم، واحنا في يعني دي اللي هي مرحله ان انا بستفيد من تجربه الشباب، وبقعد الشباب مع دول بعض عشان كل واحد فيهم يفيد الاخر بتجربته. يا خلاط خلاط، كل واحد يفيد الاخر بتجربته، وانا بديهم اللي عندي وهم بديهم اللي عندهم. شايفين؟ يبقى انا كشخص معايا خمس او ست اشخاص، بنعد هؤلاء الاشخاص انهم يكونوا هم الايه الليدرز او الايه القاده اللي كل واحد فينا بيفيد الثاني. فبنقعد مع بعض في رحلات او في ورش عمل او في مجالات مختلفه، نناقش المواضيع المختلفه بطريقه رسميه او بطريقه غير رسميه، زي ما حصل معانا في اماكن مختلفه. فعشان كده بنسميها ايه، مرحله الخلاط. بعد ما يكون عندك خبره وعندك قدره على انك تستوعب نقاش الشباب، ثم الشباب نفسهم يبتدوا يتكلموا معاك بمنتهى الثقه ويدوك ارائهم وافكارهم، تاخذ كل هذه الافكار والاراء عشان انت والشباب تحولوها لمنتج جديد يستفيد منه الشباب. ده المقدمه بتاعه الكلام اللي انا هتكلم عنه النهارده. احنا اتكلمنا في الاول عن السبع اهرامات، واتكلمنا على مسيره العمل في خلال ال 40 سنه اللي فاتت اللي انا مريت بيهم، من مرحله الحمار في ال 20 سنه الاولانيه، لمرحله مسحراتي، المرحله الحاليه اللي هي مرحله الخلاط. دي كل واحد فيكم ممكن يعدي في كل هذه المراحل ويكون منجز احسن مما عملنا او مما حققنا. الشريحه اللي بعد كده، ده احد الاسئله اللي جات لي من جمعيه فين الاسم يا ربي، حسنات الخيريه. ايه هو دور الفرد داخل المجموعه؟ انت بقى كشخص، الشخص ده داخل مجموعه عشان يحمي الاخرين اللي معاه، مش يحمي الاخرين ويحمي انجازاتهم بالاداره والعمل معهم. اصبح هذا الامر يعني كمان كتبته يعني لزاما على الفرد منا، الفرد منا سواء كنا شباب او كهول او نساء او رجال، ان يصبح هو هذا الشخص قوه جاذبه ها لمن حوله. دي نمره واحد. وبوتقة متوهجة، يعني في طاقة 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 يستفيد من الآخرين، ونور ساطع لمن خلفه بينور الطريق ليه. يبقى هو قوة وبوتقة وطاقة في نفس الوقت. ما ينفعش تخش لي مكان وتشتغل لي فيه موظف، خاصة لما نشتغل في العمل الإنساني والعمل المجتمعي، نشتغل مع بشر. احنا بنشتغل مع بشر، حتى لو اشتغلنا مع الحيوانات، حتى لو اشتغلنا مع الطيور، نشتغل مع احياء، مع ارواح. فلابد نحبب الحيوانات والطيور فينا ونحبب خلق الله فينا سبحانه وتعالى. ما نبقاش قاعدين على مكاتب زي دكه قاعد على دكه، سكرين على سكرين. لا، انا اكون قوه جاذبه لمن حولي، وبوتقه متوهجه مليئه بالطاقات، ونور يضيء لمن بعد يوم الحول. ازاي بقى يحدث ده؟ اول حاجه يا شباب جميعا، قوه الايمان باللي احنا بنقوم بيه. انا مؤمن بايه؟ بالعمل بتاعي. مفيش انجاز من غير ايمان، مفيش انجاز من غير. والايمان بيتقسم لاكثر من نوع. اول حاجه الايمان بالخالق سبحانه وتعالى، تاني حاجه الايمان بالمجتمع اللي انا بنتمي بيه والدوله اللي بنتمي بيها، الايمان للثقافه والتاريخ والفكر والقيم والعادات بتاع بلدي، ثم الايمان بالمؤسسه نفسها اللي انا بشتغل فيها باهدافها ورسالتها وقيمها واخلاقها وشخصيتها. ما ينفعش لن اكون قوه جاذبه او بوتقه او نور ان لم اكن مؤمن بما اقوم به. والايمان هنا متشعب لاكثر من واحد. نمرة واحد. اثنين، يكون في ثقة، عنصر الثقة عندي أنا، إن أنا بثق في نفسي أصلا، ثم بثق في من حولي. ما ينفعش أشتغل مع الناس أنا مش واثق فيهم، وكل واحد فينا بيتكلم عن التاني، وكل واحد فينا بيعد شيء علشان يهزم التاني. ما ينفعش، وكل واحد فينا بيكل التاني، أصل هو إيه هياخد الترقية قبلي لا ما ينفعش. حتى بين الجمعيات وبعضها، لابد الجمعيات وبعضها تتنافس من اجل المجتمع، مش تتنافس من اجل المال. وده اللي ايه ما زلنا احنا بنعاني منه الى الان.
دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة حسن الخلق، يعني الدين المعاملة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما ينفعش إن أنا أكون شيخ عظيم حافظ القرآن وكذا 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 وبغتاب الناس وبشتم وكذا وكذا إلى آخر. ما ينفعش. الدين أو الإيمان هو إيه؟ ما استقر في القلب وصدقه العمل، معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حسن الخلق. نمرة ثلاثة حفظ الأمانة، أنا أمين على أسرار المؤسسة. مش كده بس، أنا أمين على أسرار كل مواطن أنا بقوم بمساعدته، خاصة في الجانب الأرامل والأيتام. معلومات صعب إن أنا أديها لأي حد تاني. فلذلك الأمور الأمانة دي، يعني إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقنا منها فحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لأنه مش قادر يقدر ويقيم قيمة الأمانة نفسها. فالأمانة دي لها أبعاد مختلفة في أسرار زملائك اللي في المكتبة في المكتب أو زميلاتك، في خصائص الجمعية نفسها، خصائص المجتمع نفسه. النقطة الرابعة، واخد بالك، نكون احنا أصحاب رسالة. زي ما أنا قلت قبل كده، ما ينفعنيش واحد يكون حرفي أو واحد يكون حرفية وكذا ما عندهاش رسالة حامل بيها إيه. ما ينفعنيش شغل من 9 ل 5 ومن 3 ل 6 لا ما ينفعنيش. أنا عايز حد يكون عنده رسالة عايش من أجلها وعايش من أجل تحقيقها لكي ينهض بالمجتمع من بعدها. يعني لما نجي أمثلة، زي أنا دائما بضرب بعض المثل بتشي جفارة، لما هو لسه عنده 21 سنة أو 22 سنة في كلية الطب في الأرجنتين، وخد دراجة وقعد يلف في شمال الأرجنتين، اكتشف الفقر المدقع اللي عنده عمال المناجم. هو كان معيلة متوسطة الدخل، أبوه كان دكتور وكذا وكذا وكذا. السنة اللي بعدها أخذ سنة. وأنا هنا بضرب مثل بواحد مش مسلم، لكن واحد كان عنده قيمة ورسالة. مش عيب نحن ناخد أي حد يكون بالنسبة لنا قدوة حسنة. خد دراجة بخارية أو يعني إيه اللي هو موتوسيكل يعني، ولف كل الإيه الدول الأرجنت اللي هي اللاتين أمريكا. لقى مشكلة كبيرة جدا فيها، في مجتمعات مختلفة، نفس الاستغلال، نفس الدكتاتورية، نفس السرقات، نفس الفساد اللي موجود فيها. فلذلك لازم تحول هذا الشاب اللي كان لسه ما تخرجش من كلية الطب الى صاحب الرساله اللي احنا عم نعلم لاولادنا، سي جفارة، اللي هو ازاي كان بيحاول يدافع عن حريات الضعفاء والمستضعفين والفقراء والمساكين الى اخره. انكم من اصحاب القيم المبدئه ولا لا؟ طبعا عندي شيء مسلم به ان انا اكون صاحب رساله وقيمه ومبادئ. انا مش قادر اقرا اخر واحده يا فاطمه او يا هاجر، ان احنا ما ننقلش. احنا دلوقتي في عصر اللي هو الايه السوشيال ميديا وعصر اللي هو التواصل الاجتماعي، ما ننقلش الاشياء اللي احنا مش متاكدين انها صح ولا غلط عشان نزود الهاشتاجات ونزود اللايكس عندنا. لا، نتاكد ونتحقق من المعلومه اللي موجوده عندنا. دي اول نقاط في هذه التعدديات البعديه. السريحة اللي بعد كده، في دور الفرد أيضا تتوفر فينا التعامليات أو الأخلاقيات التعاملية، احترام والتقدير، احترام لكل الناس. يعني قيمة الاحترام من البواب ومن الغفير والحارس والمنظف لرئيس مجلس دارة. أحترم رئيس مجلس دارة كما أحترم المنظف، وهكذا، وأقدر هذا وأقدر هذا. يكون عندنا كأشخاص حسن الاستماع والاستيعاب والاستفادة مما يقترحه كل الزملاء. أنا بتكلم إيه؟ أنا بتكلم عن مؤسسات عايزة تبني شخصيات تستطيع أن تقود المجتمعات، تقود المجتمعات من خلال منظومة أخلاقية قيمية إنسانية
مجتمعيه تستطيع ان تضع لها رؤيه لكي تولي المجتمعات حسن الاداء مع قله الامكانيات. ودي اشياء احنا ممكن نكتسبها لان عندنا احنا مش هتكلفنا فلوس. حسن الاستماع، الاستيعاب، الاستفاده. اما كنت انا مدير او رئيس مجلس اداره اقعد استمع للصغار دول بافكارهم. قد تكون الفكره اللي عند اللي هو الحارس احسن من اللي عندي 100 مره لان هو شايف الناس داخله خارجه. يعني من اكثر الشخصيات في المجتمع اللي عندها خبره وحواديت كثيره جدا سواءين التاكسيات. كل يوم والتاني بيركب معاه 20 30 40 50 شخصيه وكل واحد فيهم بيحكي له حدوته. فلو حبينا نشوف مشاكل المجتمع من القاع للقمه ممكن ناخدها من ايه؟ من سواقين التاكسيات الى اخره. فلما نتكلم احنا حسن الاستماع، الاستيعاب، الاستفاده، لازم نعمل جلسات نسمع فيها الاقتراحات بتاعه الايه؟ الزملاء اللي هم الصغار او المدراء الكبار. الصبر واللين والحلم. ليه الصبر واللين والحلم؟ وانا تمثلت نفسي في شخصيه الحمار لان انا بحبه جدا، يعني لان الحمار صبور وحليم وفي نفس الوقت بيشيل الشغل، مش بيضجر، مش بيشتكي. نمرة 4 دي مهمة جدا جدا عند الأفراد لابد يعرفوها. لازم وأنا في مؤسسة ما بعمل فيها لابد أعلم عنها كل شيء، تاريخها، أهدافها، رؤيتها، استراتيجيتها، فكرها، شركائها، رسالتها، انتشارها الأفقي في كل مكان في العالم، انتشارها الرأسي لو كان رأسي في الفكر والفلسفة والثقافة والقيم والعقيدة. كل مؤسسة لها قيم، لها ثقافة، لها عقيدة، لها فلسفة. معانا يا شباب؟ كل الحاجات دي لازم اعرفها عن مؤسستي قبل ما اشتغل فيها. العملية مش انا بدور على وظيفة علشان اخد راتب، لا، العملية بدور على وظيفة علشان اجد فيها ذاتي، وفي نفس الوقت الوظيفة دي اجد فيها جزء عشان احل فيه مشاكل المجتمع اللي انا عايش فيه. البذل والعطاء والتضحية والإيثار وتحمل العناء دي مسلمات. المعايشة معناها إيه؟ المعايشة معناها إن الرئيس مجلس الإدارة يتعايش مع الموظفين، مدير المؤسسة يتعايش مع الموظفين، ما يكونش في فجوة أو حاجز. صباح الخير، ويعدي على كل واحد ويسلم عليهم، إيه أخبارك؟ ممكن تكون واحدة والعياذ بالله اتطلقت، أو واحدة جوزها عمل فيها شيء غير كريم يعني وزعلها أو طردها أو زي ما بيحصل عندنا العنف ضد المرأة أو إلى آخره، أو العنف ضد الأطفال إلى آخره. لابد أعرف أتفقد كل هؤلاء الناس زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيتفقد الرعية في المساء هو أبو بكر. المعايشة، عيش ألمهم وأحلامهم. المراجعة، أما أكون أنا رئيس مجلس إدارة أو أما أكون أنا مدير عام وأخطأت، أرجع أقول أنا أخطأت، إيه المشكلة؟ خلي الخطأين التوابون. إيه المشكلة لما أقول أنا أخطأت؟ وصلنا خطأي، ايه المشكلة؟ مفيش حد فينا كبير عن الخطأ. وانا عندي محاضرة كنت مسميها عوراتي، ذكرت فيها كل المساوئ اللي انا عملتها في المسيرة الاولانية في 25 سنة الاولى انا عندي. اكون داعم التعلم، اقرأ، اسمع، افكر، اتدبر، لان انا عايز اطور من نفسي. انا مش تطوير النفس مش معناه ان اروح احضر المحاضرات فقط، لا، تطوير النفس معناه ان انا دائما ها ان انا اقرا واطلع. المؤسسه ما عندهاش امكانيات، اجيب اعمل انا امكانياتي من خلال التواصل الاجتماعي، اشوف الكتب اللي موجوده، اشوف الدورات اللي موجوده واشترك فيها علشان اوفر على المؤسسه كميه المال اللي تصرف فيها. دائما الاطلاع والفهم والاستقراء، مش بس ان انا اطلع عشان افهم، وافهم عشان استقرئ، واستقرئ عشان استنبط، واستنبط عشان استخرج الاحكام اللي هي ممكن تكون وسيله لحل مشاكل داخل المجتمع او داخل مجتمعات اخرى. واضح يا شباب؟ يعني انا مش عايز اكون امعه، اذا احسن الناس يحسنوا وان اساءوا اسات، لا، اذا احسن الناس احسنت وان اساءوا برضك احسن. يكون عندي معرفة واحترام الثقافات الأخرى. أنا رايح مجتمع غير مسلم، لابد أقرأ عنه وأشوف عاداته وتقاليده وأخلاقياته وأحترمها. ممكن ما التزمش ببعض الأخلاقيات لأن تتعارض مع ديني وثقافتي، لكن أحترمهم هم.
لو سألوني عن رأيي أو رأيي في إيه؟ احترام الثقافات المختلفة. لذلك وإحنا بنشتغل في الأماكن اللي إحنا مش متعودين على ثقافتها لابد نعرف ثقافة هؤلاء الناس ونمشي معهم الهوينا علشان ما نصطدمش باللي هو إيه بعض الثقافات اللي هي ممكن تعمل خلافات بيننا وبينهم خاصة في الدول المختلفة. الشريحة اللي بعدها ده بالنسبة لدور الفرد. لسه احنا في دور الفرد. شفتوا قد ايه دور الفرد؟ انا مش هلبس المسؤولية لمين؟ مش هلبس المسؤولية لرئيس مجلس ادارة او لمانح او لمدير عام. لا، كل فرد فينا من الغفير والبواب والحارس الى والمنظف الى رئيس مجلس ادارة عليهم يقوم بالدور ده. هذه السياسة فتحكم اداء المؤسسات. لو انا شفت المؤسسات دي يا اخ حسين وكل الاخوه اللي والاخوات اللي معاك وحطيتها امامي كخريطه طريق انا وغيري، ستحكم اداء المؤسسات من موظفي النظافه الى رؤساء مجالس ادارات. فكلهم امامي سواء، وامام المجتمع سواء، وامام الله سبحانه وتعالى سواء. فيصبح كل واحد فيهم هذه البوتقه الجاذبه المنيره. تخيل بقى يا شباب، انت اصبحت بوتقة جاذبة للناس ومنيرة لمن بعدك ومن حولك. وقد يسبق عامل النظافة رئيس مجلس إدارة في هذا الخضم التنافسي. اما ما يكسبه العاملون من مهارات اخرى يحصلون عليها وفق برامج تدريبية، ده مش كل حاجة، لا ده شيء. اما البرامج التدريبية دي فدي بتيجي من خلال برامج متخصصة بترتبها لهم الجمعية أو المؤسسة اللي هم بيعملوا فيها. واضح ده بالنسبة لدور الفرد. ده أول سؤال وصلنا من الجمعية بتاعت حسنات عشان نجيب عليه، دور الفرد. نمرة 2 بعد كده طيب ما عندناش إمكانيات، ما عندناش إمكانيات، ازاي نطور ذاتنا والعاملين وازاي ننجح؟ ارجع برضك لنظريه الحمار. والله الذي لا اله الا هو، يعني انا مش هتكلم عن نفسي كتير، يعني كلنا كشباب استعملنا نظريه الحمار. الشغل 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 والتحمل التحمل 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 والصبر الصبر الصبر الصبر، ولما نغلط نقول احنا غلطنا علشان نتعلم. ولما رئيسك يحس انك انت دؤوب في العمل هيحبك او هيحبك وابتدي يعلمك. دي نمره واحده، العمل الدؤوب. ما عنديش امكانيات، عايز اتعلم. نمره 2 عشان ما عنديش امكانيات اقرا واطلع. ما فيش اي ذريعه تقول لك ما ايه مش هتعرف تتعلم. لا، في كتب كتيره جدا على الانترنت، وفي محاضرات كتيره جدا، وفي ورش عمل كتيره جدا، وفي لقاءات مجانيه كتيره جدا على الانترنت. اللي عايز يقرا ويطلع هيقرا ويطلع، عشان ما تجيش تقول لي انا ما عنديش امكانيات. الامكانيات فين يا شباب؟ هنا في المخ، مش في الجيب او في الحسابات. لا، اذا كان الانسان عنده قدره على استيعاب والبحث عن، يعني مثلا على البحث عن وسائل التعليم والتعلم هيجدها، مش هتكلف المؤسسه كتير. يقحم نفسه في، ممكن تقفلي تعملي ميوت يا فاطمه عشان بس في اصوات جايه. الخوض في تجارب مختلفه، مش عيب ان انا اخش في تجربه وافشل، لكن العيب ان انا اقعد ما اتعلمش، اقعد ما اخش اي مبادره، اقعد ما اعملش اي اقتراح. كل الحاجات دي مش هتكلفنا فلوس، لكن احنا لابد ان احنا نقعد مع بعض علشان في عدم، يعني مثلا اما ارجع انا بالمسيره بتاعتي الى الثمانينيات، اما بدانا يا شباب ما كانش لا في مكتب، سامعين كده، لا في مكتب ولا في ميزانيه ولا في موظفين ولا في اي حاجه خالص، الا شابين بيدرسوا دكتوراه في جامعه برمنجهام. واحد بيدرس دكتوراه في الكيمياء، ربنا يديله الصحه، والتاني اللي هو انا كنت بدرس دكتوراه في الطب. كنا بنمشي على رجلينا، كانش عندنا موظفين، كنا بنروح نقعد كل يوم سبت نفتح صندوق مكتبنا، كان ده اهو، شايفين ده بقى
اللي هو صندوق تبرعات فقط، حمعلقينه في المركز الاجتماعي وبنروح نفتحه كل يوم سبت علشان نطلع منه ايه الجوابات والشيكات. تيجي تقول لي انا عايز مكتب وعايز ديسك وعايز ما كانش فيه، تقول لي في تليفون ما فيش تليفون، تقول لي في كمبيوتر ما فيش كمبيوتر، تقول لي مش عارف في موظف ما فيش موظف. كنا احنا هكذا كانت البدايه، بدايه صفريه. ده بالنسبه اللي هو الامكانيات الاولانيه. حضور ورش عمل، في ورش عمل ناس بتدعيك ليها بدون تكلفه، تستأذن وتقول للمدير بتاعك عايز تروح. حضور مؤتمرات برضك مش مكلفه، او مش مكلفه، مش يعني ملهاش رسوم، تروح تتعلم فيها. بس وانت راجع تعمل لي ايه بقى؟ انت يا اخت، انت اسمك ايه؟ مروه. مروه رايحه تحضر النهارده حاجه معينه، خلاص ورشه عمل، ترجع تلخص ورشه العمل دي وتعلم بيها زملائها كلها، ما هيش فسحه. ترجع وتجيب اسماء الناس المدراء اللي تعرف تعمل هناك او الجامعات، عشان دي جمعيتها، ما معناش جمعيه، ما عندناش امكانيات نعمل الحاجات دي كلها. تلخص كل المحاضرات اللي حصلت في المؤتمر وتنقلها لاصحابها، تجيب الاوراق اللي شافتها هناك وتديها لزملائها. يعني لما نقول احضر ورش عمل عشان احنا مش قادرين نعمل ورش عمل عشان نتعلم، لابد نروح ونرجع بشيء. مش هروح ارجع فاضي اليدين، خاوي اليدين او فاضي اليدين. المؤسسه الصغيره تبني شراكات مع اللي حواليها، مؤسسات اللي زيها مع المؤسسات الاخرى. ليه؟ لان احنا محتاجين لبناء الشراكات للتعلم من الشركاء والعمل تحالفات علشان نكمل بعضنا البعض. بمعنى يعني ايه نكمل بعض بعض؟ احنا دخلنا على قريه معينه في مكان معين، والقريه دي عايزه ننميها مثلا بكم مليون دولار، وفيها مشاريع للميه وللصحه وللتعليم والتنميه الاسريه وكل حاجه، الحاجات دي واخدين مالكم؟ ما اقدرش انا اشيلها لوحدي كجمعيه، ممكن خمس او ست او سبع جمعيات يخشوا مع بعض. واحد تمسك التعليم، واحد تمسك الصحه، واحد تمسك التنميه الاسريه، واحد تمسك التدريب، واحد تمسك الثقافه، الى اخره الى اخره الى اخره. فلو بده يكون شراكه، عشان كل جمعيه بدل ما تكفل 5 او 10 مليون دولار لوحدها، يبقى بتكفل 500,000 400,000 300,000 200,000. ولابد لابد لابد نمرة 6، استفيد من الاخرين. وكل تجربه دخل فيها الاخرين، كل تجربه دخل فيها الاخرين استفيد منها وانقلها لزملائي في المؤسسه. لما عنديش امكانيات فاجيب التجارب دي علشان نتناقش مع بعضنا البعض، واحنا ما عندناش امكانيات، علشان نحاول نستفيد من التجارب بتاعتها، سواء كانت تجارب سلبيه او ايجابيه. لابد داخل المؤسسه واحنا ما عندناش امكانيات ماديه ندير جلسات حواريه دائمه دوريه. يعني يكون عندنا على الاقل كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر، كل اسبوع داخل القسم، كل اسبوعين داخل القطاع، كل شهر داخل المؤسسه، تجتمع المؤسسه كلها علشان الخبرات اللي في كل قسم وفي كل قطاع تنتقل من هذا القسم والخبرات والقطاع الى الاقسام الاخرى. المعلومه اللي عندك في قسمك او في ادارتك او في قطاعك مش بتاعتك، دي بتاعه المؤسسه كلها. وانت والمؤسسه المعلومات اللي عندكم هي ملك المجتمع، مش ملككم انتوا ولا ملك الجمعيه. تنظيم حوارات داخليه او ورش عمل داخليه للمؤسسه، ده مثلا بين العاملين بعضهم البعض وبين العاملين والمتطوعين. نجيب المتطوعين، قد يكون عند بعض المتطوعين خبرات او اراء او افكار او مبادرات ممكن تنقل المؤسسه للسماء، نعرفش. في شركاء لينا نجيبهم يقولون تجاربهم، مش هيكلفونا فلوس، كل حاجه مش بتكلف فلوس، الا انك ممكن ده مثلا يعني على شاي، على قهوه، على بسكويته الى اخره، حاول حتى تتجنب اللي هو ايه الاكل بتاع الغداء او العشاء. ممكن نجيب بعض المتمنحين اللي هم يدونا تجاربهم، ممكن نجيب بعض المتخصصين من اصدقائنا لدون تجربهم ايضا بدون ما ياخذوا مننا اجر. الاخيره واللي نمره 8، لازم المدير ورئيس مجلس الاداره يبنوا عامل الثقه الدائم بينهم وبين بعضهم وبين البعض، وبينهم وبين الموظفين، وبينهم وبين المتطوعين، وبينهم وبين المانحين. الثقه ده عنصر اساسي في كل بناء مجتمعي. اللي بعد كده
كيف انا احقق ده مؤتمر مؤسسه؟ ده السؤال الثالث اللي مؤسسه او جمعيه حسنات سالته. اول شيء من اول يوم تعرف ان الدخل مش نوع واحد. تعرف ان الدخل مش تبرع او متبرع واحد. تعرف ان الدخل مش مانح واحد، وده اللي حصل في القضيه السوريه مع السنة. كانوا معتمدين على واحد او متبرع او اثنين من دوله معينه في الخليج. قطع هذا افلت كثير جدا من الجمعيات اللي موجوده. ما ينفعش، لابد يكون عندكم تنوع في الدخل. بمعنى ايه؟ لو انا مثلا هاخد جمعيه زي حسنات او غيرها موجوده في دوله مستقره فيها حريات وفيها حركه وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، انا عندي الحريه وعندي كمان عدد المسلمين اللي موجودين في فرنسا في كذا روايه ليهم بعضهم 5 مليون او 6 مليون او 7 مليون، بغض النظر يكون عندي الداتا بتاعت الافراد. نمره حاجه مراكز الاسلاميه اللي عندنا، نمره حاجه بعض الشركات، نمره الثالثه او الرابعه بعض حتى المحلات التجاريه، حتى الشخصيات اللي ليها تاثير في المجتمع، حتى الجمعيات الاخرى اللي ممكن تدينا منح لما يكون احنا عندنا الهيكل بتاعنا مكتمل. يبقى التنوع من اول يوم ده بيكون انا عندي خريطه طريق في كل هذه النقاط، واشوف انا استطعت ان انا اصل من 5 أو 10 أو 15 نوعيه من المتنوعات دول علشان انتقل لنوعيه اخرى. دي نمره واحد. نمره اثنين، لابد من اول يوم يكون عندي ثقافه بناء الاوقاف، لان انا مش بعمل الجمعيه عشان تقعد 6 أشهر او سنه او سنتين، انا بقعد الجمعيه علشان تقعد مع المجتمع طول ما المجتمع موجود. الاوقاف تكون من اول يوم في تاسيس الجمعيه اعمل ثقافه استقطاع جزء ولو 1% او 2% من اي تبرع لصندوق الوقف الداخلي اللي عندنا. نمره ثلاثة، تكون عندنا مشاريع انتاجيه صغيره وغير مكلفه. يعني دايما وانا صغير ما اخش في المشاريع العملاقه، اعمل حاجه تكون بسيطه ومؤثره وسريعه. واحسن حاجه في هذا المجال هو نمره 4، الاستجابه السريعه للطوارئ. يعني اديكم منتهى الصراحه ومنتهى الامانه، اللي جعل الاغاثه الاسلاميه في العالم من اكبر المؤسسات، كنا من اسرع المؤسسات في الاستجابه لاي طارئ، سواء كان فيضان او زلزال او نزوح او لجوء او تشرد او كل هذه الاشياء. كنا عندنا ميزانيه 10,000 دولار ياخذها المسؤول اللي هو اللي بنسميه الموظف، ينتقل بها لاي مكان فيه كارثه من الكوارث، ويبتدي يقدر تصوره هو هناك وعنده 10,000 دولار علشان اول بذره توضع في هذا المجال. وهو على ارض الواقع بقى بعد ما انتقل مثلا من بريطانيا مثلا لاندونيسيا، بيبعت لنا اللي هو التصور في مشروع معين اغاثي ب 50,000 ب 100,000 بمليون الى اخره. يعني مثلا هديك انا مثلا يعني او مش اول زياره، زيارتي للشيشان في عام 1999 اللي هو الحرب الاخيره اللي حصل فيها، اللي كان ساعتها يلتسن مات وبعدين كان بوتين هو متولي الامر ساعتها في هذا المجال. كان الميزانيه المخصصه لينا 10,000 دولار زي ما انا قلت. لما لقينا الموضوع كبير طلبنا من المحاسب ومن المدير التنفيذي المؤسسه، كنت انا رئيس المؤسسه، قلت له خليها 100,000 دولار. قال لي خلاص هنحاول يعني ايه، لان الناس كانوا نايمين في قطارات في عز التلج، ناقص 15 وناقص 20. لما لفينا ورحنا اماكن مختلفه في جروزني وفي نالشيك وفي نظران وكذا وكذا وكذا، ارتفعت الميزانيه يا شباب الى 1,000,000 دولار. لما جينا نكلم المسؤولين في المكتب الرئيسي، وكنت ساعتها في نالشيك دي عاصمه قبرديم بلقاريا في شمال اسيتيا، هناك طبعا المدير التنفيذي كان هيقفل التليفون في وشي. المهم لان انتقلنا من ال 10,000 دولار كان متاح الى 100,000 دولار، يعني بردك متاح. وكان كل الوقت ده نطلع صور، نبعت صور ونبعت صور ونبعت صور ونبعت صور ونبعت
من مكان ما كانش فيه اي حد موجود في الداخل يعمل في الوقت ده في المجال ده، في لدرجة ان الحكومة البريطانية لما عرفت انها مسافر روسيا ومسافر الشيشان في الوقت ده ومسافر اللي هو منطقة قبرد اللي هي القوقاز دي، بعتت لنا رسالة او بيسموه فاكس زمان بننسى الدكتور البنر ما سافرش، كنت انا سافرت. تعرفوا يا شباب، يا شباب ويا شبات، في 2000 سنة 2000 في شهر مارس او ابريل او حاجه كده كنا صارفين كام؟ كنا صارفين 2 مليون دولار من التبرعات اللي جات لنا، لان احنا كنا اول الناس الذين نبأوا بجزامه الكارثه. شافونا بالصور والافلام والاحصائيات، جبنا الاحصائيات من الحكومات المحليه وجبنا الصور والافلام. فالاستجابه السريعه المبرمجه المهنيه تعمل لك، وانت ما عندكش امكانيات تعمل لك هذه الدخول المداخيل. الامر الخامس اللي هو تهتم بكل متطوع يجي لك، كل متطوع عندك يعتبر ثروه بشريه. والاهتمام ياتي من مين؟ ياتي من رئيس مجلس الاداره نفسه. رئيس مجلس الاداره ما ياخدش رئاسه المجلس عشان هو هيقول للناس انا رئيس مجلس الاداره، قال له انا هقول له هلا جلست في بيت امك وابيك، مش عايزينك انت. اهم شيء انك تربي لي شباب المتطوعين بخبرتك او بخبرتك وبامكانياتك. ممكن يكون رئيس المجلس موسر ينفق على هؤلاء الشباب من ميزانيه شركته او ميزانيه شركتها. متطوعين من الشباب والنساء، يعني في النقاشات خاصه لما تكون متنوعه في داخل النسيج المجتمعي ما بين المتطوعين من الشباب والنساء، يمكن انا ذكرت وانا بكلمكم في رحلتي لايرلندا الاسبوع اللي فات واللي قبل كده كانت في تركيا في شهر اكتوبر اعتقد، وقبل كده كانت في قطر بنفس الوقت، كان في شباب وكان في نساء يعني شابات، كل واحد فيهم عنده رؤيه وعنده فكره وعنده قدره وعنده مقدره وعنده ثقافه وعنده حلم عايز حق. تخيلوا بقى لو انا استوعب مثل هذه الطاقات وضعها وأحللها وضعها في داخل مؤسستي، كم ستستفيد المؤسسة من هؤلاء الشباب؟ نمرة 6 أيضا بناء الشراكات زي ما أنا تكلمت عنها قبل كده. ده بالنسبة للسؤال الثالث اللي اتكلمت اللي سألتنا فيه مؤسسة أو جمعية حسنات الخيرية. السؤال الرابع ده جالنا من شاب من أفريقيا من جامبيا، هو بيقول فيه هل يسمح للمؤسسين بالاستفادة من الجمعيات التي أسسوها لكي يحققوا مصالح؟ أولا في حتة اسمها محرمات أنا بسميها الكبائر. المؤسس القائم أو رئيس مجلس الإدارة القائم على المؤسسة ليس له الحق أو الأحقية من الاستفادة الشخصية من هذه المؤسسة. زعلوا ما زعلوش، ضايقوا ما ضايقوش، ده رأيي، تاخد بيه تاخد، ما تاخدش بيه أنت حر. ما وظفش بنتي، خالتي، عمتي، بنت اختي، مراتي، كل ده كلام ما ينفعش. المال مش مالك، المال ما غيرش فيه استفاده للشركه بتاعتي. عندنا مثلا شركه بتبيع مواد غذائيه، ها اكون عارف العطا شكله ايه، انا بحط العطا او انا حط اقل سعر عشان اخده، ما ينفعش. لا يعطى له المشروع ولا يعطى لها المشروع، ما بنهرجش احنا، ما نروحش انا في مقابله وفي دلوقتي في المقابلات انا بقول لك ايه، هل تعرف اول شيء، هل تعرف احد يعمل في المؤسسه قبل ان تاتي المؤسسه؟ سواء كان اصدقاء او زملاء او اقارب. هل رئيس مجلس دارة؟ لا، ما فيش. لما رئيس مجلس اداره والمؤسسين دول يخرجوا من المؤسسه ممكن نستفيد بخبراتهم مقابل اجر، لكن ليسوا وهم قائمين على العمل، لأن هيحصل فيها إيه؟ تشخيص لمسار المؤسسة واستفادة منها. أنا بعد ما رئيس مجلس الإدارة ده مشي وترك المؤسسة، يعني مثلا أعرف بعض الشباب عندنا كانوا مدراء تنفيذيين وناجحين جدا، خرجوا دلوقتي أصبحوا مستشارين يعني كونسلتنتس. أنا بساعدهم إنهم ياخذوا عقود لأنهم عندهم خبرة 25 و30 سنة في العمل الخيري.
لكن هم في الداخل ما استطاعوش انهم يستفيدوا بالتكسب من هذه الخبره من مؤسستهم نفسها او من مؤسسات اخرى. ليه؟ لانهم مدفوعي الاجر من المؤسسات اللي بيعملوا فيها. يعني حتى المدير التنفيذي لا ياخذ اجر على استشاراته للمؤسسه من شركته لو كان عنده شركه او من شركه اخرى. ليه؟ لان انت رايح الشركه الاخرى دي بايه؟ بان انت بتقول لهم انا شغال في المؤسسه دي، فانت شايل شعار مؤسسه اخرى. لا ولا ولا، مش عايزين اللي هو زي ما بيقول ايه لعبه الثلاث ورقات. احنا شباب اتربينا في الشارع الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. لما احنا دخلنا انا وغيري يعني المجال ده ما كناش نعرف، لا تخرجنا من جامعة بتاعت عمل إنساني ولا عمل خيري ولا تنمية ولا إدارة ولا أي حاجة، اتعلمنا من الصفر كلنا. في أمثلة جميلة جدا دايما أنا بذكرها زي أخونا عبد الرحمن السميت رحمة الله عليه وسيدنا عبد الستار إيدي في باكستان إلى آخره، تعلمنا من الشارع وغيرهم وغيرهم، مبارك قسم الله في السودان و والشيخ الدباغ في قطر وغيرهم. حدش فينا اتعلم في جامعة، لكن كل واحد في هؤلاء الناس أصبحوا جامعة شافوها من الصفر. فلذلك وانت على سدة يعني وانت رئيس مجلس الإدارة حذاري أن تستفيد من المؤسسة، حذاري أن تستفيد بنتك أو ابنك أو 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 لا. لابد إن كان هم دخلوا الانترفيو يقولوا ابونا اسمه كذا، يعني بالك، ولو قبلتهم مثلا يجوا الانترفيو يخشوا، واللي يعمل معاهم اللقاء يكونوا ناس ما ياخدوهمش الا اللي كان هو الاكثر كفاءه، عشان ما نحرمش شاب عنده او شاب عندها كفاءه. اما عمليه الشلاليه بقى والجماعاتية والمذهبية كل الأية دي مش عندي أنا. الأية دي تروح تلاقيها في الحارة بتاعت ست مهلبية وست سنية اللي سايب الماء في الحنفية. طيب أعتقد دي كانت آخر سؤال من الأسئلة. أنا هتوقف الآن لأتلقى منكم استفسارات و استفسارات وأسئلة أخرى إن شاء الله. افتح الميكروفونات يا أخت فاطمة وأخت هاجر ونتلقى الأسئلة. وأشكركم جميعا أن أنتم يعني سمحتوا لي أن أتكلم معكم. أنت مش حتى صورتي ليه يا فاطمة على ال يعني أنت ما طلعنا أخونا حسين ده كل شوية، طب أنا فين؟ صورتك مبينه واضحه ما شاء الله. انا مش شايفها. يلا من اول سلام سؤال يلا سلام عليكم. سؤال او تعليق يلا. لا بس اتفضل. تعقيب على مش تعقيب لا سمح الله على كلامك، ولكن يا عم انا ما انا كلام القران انا اي انا كلنا بنجتهد يعني احنا بنتعلم منك انت عارف. لا كلنا بنتعلم من بعض او احنا بالنسبه للجمعيه في فرنسا هي الاغاثه الانسانيه في فرنسا، بس اللي عملوا الإعلان والدعاية بسبب هم شركائنا الأساسيين في لبنان، هم اللي بيشتغلونا في المخيمات في عين الحلوة على والرشيدية ونهر البارد، مخيم نهر البارد، وعملوا الإعلان والحركة الإعلامية علشان هيك اعتبرت وكأنها حسنات. هي حسنات مؤسسة مسجلة في لبنان وهي جمعية مستقلة. احنا في فرنسا الإغاثة الإنسانية فقط للتنويه على الموضوع يعني. يا جزاكم الله خير. سؤال انا بعد اذن حضرتك والجميع عندي سؤال. تفضل. وهذا السؤال يعني بتمنى ما يكون فيه اي شخصية بالسؤال. هو شخصا يعني. في نعم. شخصا الموضوع. الآن المؤسسات صحيح إحنا يعني الحمد لله في بعض الهامش الكبير بالحريات وحرية التحرك وحرية الاعتقاد وحرية التفكير
حريه العمل والتنقل و و يعني احنا مش بانظمه قمعيه عايشين الحمد لله. نعم في حريات عندكم في فرنسا. نعم نعم. وحتى يعني هذا الموضوع والفتره الطويله اللي قضيناها خارج الدول العربيه اعطتنا صفات معينه. طيب. وجنسيات اجنبيه كويس. وكذا وبفعل كويس. عملنا على الارض برضو اكتسبنا بعض الثقات في الدول العربيه. نعم. لكن الان احنا كمؤسسات من عامله بالعمل الخيري بنواجه صعوبات ومشاكل اصبحنا من حوالي 4 أو 5 سنوات بموضوع التعامل والتعاطي معنا على اننا مؤسسات اجنبيه تعمل فقط من اجل تمويل خارج اوروبا مثلا، مما اصبح يوضع عقبات وعراقيل ونوع من انواع الحصار المالي على هذه المؤسسات ومنعها من تحويل الاموال الى خارج الاتحاد الاوروبي. هل هذا الموضوع مثلا يعني بشكل قلق عند حضرتكم بالاول عند المؤسسات اللي هي بتشكل المؤسسات الضخمه العربيه والاسلاميه ان توجد لوبي او مثلا تجمع لهذه الهيئات والمؤسسات تضخ اموالها داخل هاي الستركتور يعني اللي هو الهيكلية. داخل هاي الهيكليه والخيريه. طيب. انا عرفت السؤال ويقدم السؤال. نعم نعم يا هاجر هتدي اول شريحه لو سمحت. حسبت اول شريحه الانفعاليه زي ما انا قلت عليك كلنا شو الطرف دي احنا كم حتى بتتكلم فيه ده اللي هو العمل المجتمعي في المجتمع اللي انا بشتغل فيه. الحكومة عندك في ظل نمو اليمين المتطرف أي مكان في العالم بتقول لك إحنا بنستفيد من هذه الجمعيات إيه؟ هذه الجمعيات تعتبر جمعيات ممولة لمشاريع خارج المجتمع الأوروبي، فلابد يكون لنا إحنا رؤية جزء من مالنا يصرف في أوروبا، لأن في فقر في أوروبا، في جهالة في أوروبا، في حاجة في أوروبا، ها؟ زائد الباقي يصرف خارج أوروبا. لكن هم مش لاقيين عند الجمعيات العربيه والجمعيات الاسلاميه اللي موجود انهم انتقلوا للهرم الثاني، لان احنا دلوقتي النسيج اللي احنا عايشين عليه يا شباب هو النسيج الفرنسي او النسيج البريطاني او النسيج الامريكي او النسيج المصري او النسيج السعودي. لو في مؤسسه بتشتغل في اي دوله عربيه وكل فلوسها بتطلع بره، حلو، طب فين ايه؟ انا عندي فقر، انا عندي جوع، انا عندي جهاله، يعني حاول توازن ما بين الاثنين. وده اللي بيحاول يعملوه اللي هم المتطرفين اللي هم الاسلاموفوبيين اللي بنتكلم عنهم، اللي هم بيعملوا الفزعه من الاسلام والخوف من الاسلام الى اخره. فلا بد ان احنا نوازن، عشان انا اتكلمت في الاول عن حاجه اسمها الشراكات. الشراكات مش فقط مع المؤسسات الاسلاميه او العربيه فقط، مؤسسات المحلية اللي هي مؤسسات الوطن اللي احنا عايشين فيه اللي هي المؤسسات غير المسلمة. علشان يعني مثلا انا هديكم مثلا يا شباب 2001 لما حصل، كلنا عارفين 11 سبتمبر في 2001، كنا احنا في المؤسسة فتحنا ابوابنا قبل 2001 ب10 سنين، يعني من 1991 1992 كنا بنحضر المؤتمرات ونوزع الكروت وبنكلم ده ونكلم ده ونكلم ده. وفي 1993 سجلنا المؤسسة في الأمم المتحدة في المجلس الاستشاري الاقتصادي في مارس عام 1993. جه سبتمبر 11 2001، بعد 8 سنين كنا احنا معروفين للناس، صح ولا غلط؟ لما جت 11 سبتمبر وأغلقت ما لا يقل عن 20 جمعية في أمريكا، ليه ما أغلقتش الأغاثة الإسلامية؟ لأنها كان في حكومات عارفاها، في جمعيات عارفاها. ده كان أحد الجمعيات الغربية الغير إسلامية الكاثوليكية اللي هي تبع الكاريتاس، تبع الكنيسة الكاثوليكية أو للبابا الفاتيكان، قالت لهم لا احنا عارفين الإغاثة الإسلامية. ليه؟ لأن أنا تقابلت مع رئيس هذه الجمعية في مدينة اسمها جيتس هيد في شمال بريطانيا في عام 1997 98، بدأ نعمل شراكة بيننا وبينهم عشان نشتغل في جنوب السودان، لا مش في جنوب السودان، نشتغل في السودان او نشتغل في اي في اماكن اخرى.
لدرجة انهم هم نفسهم اللي قعدوا في المجالس الخاصة بتاعتهم وكانوا بيدافعوا عن الإغاثة الإسلامية. فلذلك يا أخ حسين، بناء الشراكة مسيرة، بناء الجسور مسيرة، بناء الرؤى مسيرة، ما بينك وبين مؤسسات اللي هي من ثقافتك وقيمك وأخلاقياتك، والمؤسسات الأخرى اللي عندها ثقافات أخرى وقيم أخرى وأخلاقيات أخرى. ولابد يكون في ميزانيتنا ولو شيء بسيط، ها، نحاول نعمل بعمل مجتمعي على مستوى المجتمع المحلي اللي احنا عم فيه. أنا فاكر أن السكور الإسلاميك فرانس في التسعينيات 94 أو 93 أو 95 عملت حاجة اسمها كوسكوس ديلاماتيه، كان بيوزعوا كل يوم جمعة كوسكوسي على محطات اللي هو الايه القطارات عندكم يوم الجمعة. والآن المشروع ده موجود لغاية دلوقتي، ده من سنة كام؟ أكتر من 25 سنة. وبعدين عاملين عندهم ملجأ أو مش مركز لاستقبال الناس اللي هم المشردين أو اللي عندهم مشاكل. أنا عندنا في الإغاثة الإسلامية في ألمانيا عن حاجة اسمها كول سنتر. كول سنتر يعني إيه؟ مركز تليفونات، معناه إيه؟ اللي عنده مشكلة بيتكلم، بقاله المركز ده يمكن أو ما هو خط بيخش عليه ناس كتير جدا، بيكون هو مركز تحويل للأشخاص دول ما بين لو عنده مشكلة ألف أو بي أو جيم، بتحوله العمال في التليفونات للدكتور الفلاني أو الجمعية الفلانية أو بمنتهى السرية ومنتهى الحرفية والمهنية. فدي حاجات لما تيجي الحكومة الألمانية الحكومة الفرنسية تتكلم تقول أو قال التاريخ بيثبت هذا. فلابد أن تاريخك وحاضرك يثبت أن أنت وأنت بتاخد المال والخيرات هذه الدول وتبعتها للخارج، لابد يكون جزء منها أيضا يصرف منه في الداخل. شكرا يا أخ حسين. حد ثاني يا شباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أستاذ دكتور هاني. الحمد لله، بارك الله فيكم على جهودكم وجهادكم. تفضل تفضل. أيوة، سؤالي يتعلق عن تأسيس الجمعية. مثلا أحيانا نرى بعض الجمعيات يكون مشكل بين الأفراد، لكن من ضمن المجتمع الأفراد... عشان الصوت في غلوشة، فممكن إما تبعت رسالة نقراها عشان أو تقول بسرعة إيه السؤال. أيوة نعم، مثلا من ضمن المؤسسين منهم من يسعى من أجل مصلحة الخاصة. أنا جاوبنا هذا السؤال ده. نعم، كيف يمكن أن نعم نواجهه؟ هل نخرجه ونطرده من الجمعية؟ أو هو ده بالنسبة لأحد المؤسسين اللي عايز يجعل مؤسسة تبع هواء الخاص. بس ممكن تقفل الميكروفون يا فاطمة عشان بس الأصوات دي. بالنسبة لهذا الشخص بيكون في 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 في, في أدبيات وقوانين مؤسسة قبل ما يخش، وهو مؤسس يعرف المؤسسين يتفقوا على عدم الاستفادة من أموال المؤسسة بصفة شخصية. اللي عايز يكمل يكمل، مش عايز يكمل ما يكملش. من الأول، لأن في الأول الناس بتكون متحمسة، الناس بتكون إيه متحمسة، لكن لما الفلوس تكتر والعيون تتفتح والشهوات تكتر بيحصل خلاف. فاللي أوله شرط آخره نور، نحط قوانين في التأسيس تمنع استفادة المؤسسين من أموال الجمعية بصفاتهم الشخصية. إحنا في إيدينا نحط الحاجات دي كلها، في إيدينا ننفذها. شكرا يا أخ فاضل. في سؤال تاني؟ الأستاذ فادي أبو حسنين طرح كم من سؤال في الشات. المايك مفتوح له لو يحب يسأل السؤال مباشرة الآن. أستاذ فادي أبو حسنين. السلام عليكم ويعطيكم العافية. الله يبارك فيك دكتور هاني، احنا سعيدين جدا باللقاء اللي حضرتك
أدوته والمستوى من التطور المؤسسات عبر المراحل المتنوعة فيه. أنا صراحة حكيت في أكثر من موضوع، موضوع تضارب المصالح، إنه هو بخصوص أعضاء مجلس الإدارة واللي على ما يبدو الشخص اللي عمل فيه مداخلة بشكل مسبق، ولكن أنا بحكي على دورة المشاريع المحدودة المدة اللي بتكون بالعادة ضمن فترة زمنية محددة، بيصير عند الامبلوير نفسه، الامبلويز نفسه، إنه هو مدة زمنية وأنا ما فيش وقت إني أنا أقدر أعمل كاباسيتي بيلدينج لنفسي وأطور من مهاراتي، خصوصاً إنه يعني دورة مؤقتة وسريعة. فأنا كيف كمؤسسة أقدر أتغلب على الإشي هذا ووجه التيم تبعي إنه هو يطور من قدراته، بلس إنه كمان الانكم عندنا هنا في إدارة المشاريع أو في تقييم المشاريع، أنا بحكي كمنطقة قطاع غزة كحالة بتكون محدودة. وكمان في الجزء الثالث أنا بحكي إنه جزء كبير من الدونرز بيمرر أيديولوجية خاصة فيه أثناء الدونيشن، لما هو يقدم الدونيشن تبعه بيمرر أيديولوجيته وبيحضر نماذج جاهزة بغض النظر عن البيئة الانفايرومنت اللي بنشتغل فيها كمؤسسات. التساؤل الرابع حكيت على النيد اسسمنت وقديش هو مهم جدا في حالة التدخل، لما على حسب طبيعة الانترفنشن اللي احنا بنقدر ننفذها مع البينيفيشرز العاديين. وفي النهاية حاجة سريعة عن السيزونال بروجيكتس اللي هي بنتكلم فيها عن المشاريع الموسمية اللي بنتدخل فيها مع المستفيدين ضمن فترات معينة، هذه ما بنقدرش من خلالها ان احنا نعمل تطوير مهارات، ولكن هو الفكرة انه على التراكم، يعني لما نعملها كتير وكل موسم بيصير فيها تطور من حين لآخر. يا دكتور طيب جزاكم الله خير. بالنسبة للمشاريع المحدودة اللي هي 6 أشهر لسنة، أنا بس عايزك كجمعية صغيرة ما تعطيش عقد لأي موظف مفتوح. أقول له وظيفتك للمدة دي معينة. بس يا دكتور أنا بس مع سمعت. تفضل. تمام. هي يا دكتور المشكلة في إني أنا عايز أستقطب ناس كواليفايد. فالشخص أحياناً الكواليفايد بيكون ديماندد في إنه هو عايز كونتراكت يكون طويل والمدة، عشان يعني إنه لو أنت ما عدتنيش غيرك هيديني يعني. ما هو شوف، ما أنت دلوقتي أنت كأنك أنت ما بين المطرقة والسندان. بالضبط. أنت ما عندكش مدنية. مظبوط. لو أنت صاحب مخاطرة أنت حر، ممكن المخاطرة دي تنجح أو ما تنجحش. ممكن مزبوط. تقول والله أنا هديله عقد مفتوح وهو هيجيب لي فلوس، يبقى أنت خطرت لأن أنت ما عندكش ميزانية. الناس مزبوط. اللي ما عندهمش ميزانية بيفكروا بطريقة عقلانية أكتر، بيقول لك إيه، بيقول لك لا أنا ممكن أديك 6 أشهر لسنة، فبالك في السنة دي ممكن أجدد لك. حياك الله أنا ما عنديش فلوس، هجيب لك منين؟ وإلا مؤسسك هتقفل. الموضوع ده احنا يعني حصل لنا كتير جدا في اماكن مختلفه، وكنا هنقفل. ليه؟ لان احنا كنا ما بنكتبش نهايه للعقد. اتعلمنا بعد كده اهو، خاصه في بعض المشاريع. فلا بد لابد لابد خاصه في المشاريع الاغاثيه يكون محدد بقيمه بمده معينه. ولابد انت يكون عندك حد في المؤسسة على الأقل يستطيع أنه هو يدرب هؤلاء الشباب بخبرته. يعني ما ينفعش جمعية ما يكونش فيها واحد يقدر يلقي الخبرات. فأنا عايز إيه؟ أبدأ المشروع ده بطاقات شبابية عشان ما عنديش أي إمكانية. يبقى أنا على الأقل يكون عندي موظف عنده مهنية وعنده خبرة وعنده أداء، هيبتدي يتابع هؤلاء الناس كأن هو بيعمل لهم كوتشنج. ان هاوس كوتشنج ابروتش. ده يكون عندك. يعني لو ما كنتش، لو انت ما قدرتش تجيب الاشخاص التانيين، يبقى على الاقل عندك مع مجموعه الشباب اللي هيشتغلوا عندك دول الشباب يكون واحد بيوجههم ان شاء الله يكون. لذلك انا بقول لك الموضوع مش موضوع 9-5 او 8-4 او 7-2، لا، الموضوع ان الشخص ده هيعلم الناس دول وهياخدهم بالايد. بالنسبه لغزه، طبعا غزه
هذا يعني شيء يعتبر يعني نسيج مختلف عن كل الحاجات اللي بنتكلم فيها دي. بالضبط. ليه؟ لان في حصار، في امكانيات محدوده، في حاجه شديده جدا 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 في التغير. انت انا ما اقدرش اطبق عليك النظريه هات الشريحه الثانيه يا هاجر، ما اقدرش اطبق عليك المثلث ده ابدا، لان انت شئت ام ابيت هتكون في المرحله الاولى. بالرغم ان انا اؤمن بان امكانيات الشباب اللي موجوده عندنا ممكن يطلعوا اللي هو الهرم الثالث والرابع، لان انتم من كتر التجربه ومن كتر الخبرات اللي خدتوها في السنوات اللي فاتت ومن كتر اللي هو العمل بامكانيات محدوده تستطيعوا ان تنتقلوا بمنتهى السهوله للثاني والثالث والرابع، لكن مش قادرين، مش لانكم انتم عجزه، لا، لانكم انتم مكبلين بالحصار اللي انتم موجودين فيه ده. نمر ايه ده بالنسبه للتوجيه، وبالنسبه للامكانيات محدوده وزن، بالنسبه لثقافه المانح دي لن تستطيع ان تجابهها الا اذا في كل قاعده في استثناءات. الا اذا ايه؟ الا اذا بقى ان انتوا عملتوا تكتلات، اجماع، تكتل كواليشنز عاليه، صحيح، وقلتوا للمانح لا. يعني في مانح يقول لك ما فيش مصاريف اداريه، طب انا هعمل ايه؟ انا بضحك على نفسي ولا ايه؟ اذا كنت انا لا لما باجي اعمل اكله في بيتي، المواد اللي بشتريها انا وزوجتي خارجين، سواء لحمه او فراخ او كذا او خضار ورز وكذا، هكلفني 50 جنيه خلاص، ده اللي هو الاكشوال، اللي هو المشروع نفسه. لكن انا وقتي وقت زوجتي لما خارجين نعمل اللي هو التسوق، بنزين العربيه، واخد بالك، اللي هو المينتنس، يعني العربيه بتحتاج تصليح والحاجات دي كلها. لما زوجتي بقى بتخش البيت وقتها في المطبخ، تنظيف المطبخ، الغاز، الكهرباء، تغسيل الاطباق، ده مش كله مصاريف للاكل اللي باخدها. يبقى الاكل مش هيبقى 50 جنيه، الاكل هتبقى ب 75 جنيه. ده في ايه؟ ده في الكلام اللي انا بقولها وجبه بعملها في البيت. اشمعنى انا واخد بالك ما بقول دي والمنح ده يقول لك لا يا كده يا بلاش؟ لو انتوا بقى كمجموعه من الجمعيات في حي من الاحياء او انت بقى قلت لا، لابد يكون في مصاريف اداريه للجمعيه في غزه من 5 ل 10%، والا مش هنشتغل معاك. طالما انت قلت والا هيبتدي المانح يسمع كلامكم. بالنسبه لثقافه المانح، ما فيش يا اخي الفاضل، بس انا مش عايز افتكر اسمك ايه. اسمي المهندس فادي. فادي، اخ فادي. بس مهندس فادي الانسانيه غزه. يا استاذ فادي، ما فيش مانح ما عندوش ثقافه. ما فيش مانح ما عندوش قيم. ما فيش مانح ما عندوش اخلاق هيفرضها عليك. سواء كان مانح عربي، مانح اسلامي، مانح اوروبي، مانح امريكي، اي مانح. فعلشان تتعامل مع هذه الثقافات لابد يكون انت زي ما انا قلت في الاول في الهرم الثالث اللي باين قدامكم ده، يكون انت عندك ثقافه وعندك قيم وعندك اخلاقيات وعندك سياسات وعندك اطر. مزبوط. وعندك معايير وعندك بتاع ده قوانين تحكمك. حتى ورك سكوب يا دكتور لازم يكون عندي. انا بتكلم عن ايه؟ يعني الحاجه دي كلها يعني ايه؟ ليه؟ لان المانح اللي جاي لك ده ممكن زي ما بنقول احنا بالمصري هيتعنطر عليك. وانا بقول عاوز نفس الكلمه دي، ان الشراكه بينك انت كجمعيه محليه وبين اي مانح دولي هي شراكه متكافئه. كده وكده، شايف ايدي الاثنين دول؟ شراكه متكافئه. متكافئة. انت عندك اللي هو المعلومات وعندك الخبرة الميدانية وعندك ابداع الحل، وانا عندي المال، انا شريك متكافئ مع صاحب المال. مش صاحب المال يجي يركب عليا ويقول لي كده يا بلاش، اقول له بلاش. واعلم، انا بقول للشباب اللي بيسمعوا، ان الرزق عند ربنا، مش في ايه، مش في جيوب المؤسسات دي كلها. ده بالنسبة لثقافة المال. بالنسبه اللي هو دراسه الحاجه، لابد، ما ينفعش حد يصحى من النوم ويقول لك اعمل المشروع ده وهات لي صور بسرعه. قول له مش عايز فلوسك. هوديك يعني احنا دلوقتي محاطين باجواء غير عاديه، من اللي هو الاسلاموفوبيا الى الرقابه بتاعت المؤسسات الامنيه والاستخباراتيه
وغسيل الأموال والإرهاب والحاجات. ما ينفعش حاجة من غير ما يكون فيها تبع لسياسة معينة. يعني في المؤسسات دلوقتي عايزين حاجة اسمها مؤسسة اللي هو السياسة كيف أتعامل مع الأطفال، كيف أتعامل مع النساء، اللي هو إيه هي سياستك بتاع التعامل مع الإرهاب والجماعات الإرهابية. هتلاقي دلوقتي أصبحت كمية السياسات المطالبة بها الجمعيات في العالم كله أصبحت بدل ما كان زمان في الخمسينات والستينات والأربعينات والسبعينات مجموعة صغيرة جدا، أصبحت دلوقتي يعني ما كنت في اجتماع من الاجتماعات طلبنا سياسات من بعض الجمعيات، ادتنا 100 سياسة. ده بالنسبة للسياسة. أما المشاريع الموسمية دي سهلة برضك، نرجع للشخص. أنا أقول لك إحنا مثلا ما بدأنا نعمل مشروع الأضاحي بدأناه في سنة 1986، يعني بقاله دلوقتي 25 كم 86 لا 35 سنة ولا كم 35 سنة. تخيل ب 600 خروف ما بين أفغانستان، نرجع لأفغانستان مرة ثانية، وما بين ملاوي. دلوقتي المؤسسة يمكن تعملها 100,000 راس أو كده، أو البنك الإسلامي التعاون بنك التعاون الإسلامي بده حوالي 20,000 أو 30,000 هدج حاجة زي كده إلى آخر. فأصبحت شيء لتاريخ ولثقافة ولأداء ولكذا. فما ننظر المشاريع الموسمية لابد اللي يقيم عليها. عندك أنت مشروع اللي هو رمضان، زكاة الفطر، شنطة المدرسة، لباس الطالب، كتب مدرسية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأضاحي، صح؟ كل هذه الأشياء أنت لابد تعمل لها منهجية عشان أي شاب أو شاب بتخش عندك تعرف تمشي. زي ما تقول إيه بتقوم أنت كتب لي إيه أخ فادي، أنا عندك 10 نقاط أو 15 نقطة أو 20 نقطة، امشي بنقطة ألف لبه لجيم لدال عشان تتعلم، وديها لكل الشباب تعملهم إندكشن اللي هو تأهلهم لمثل هذا المشروع اللي بيقعد شهر أو شهرين. أخبرك لابد الحاجات دي تؤطر وتكتب، وسهل أنك تكتبها لأن أنت عارفها. يعني مؤسستك عمرها كم سنة يا أخ فادي؟ ألو فادي، فادي طيب خلاص فادي مش السؤال اللي بعد كده يا فاطمة. في الأستاذ أبو حمزة. أبو حمزة تفضل يا أبو حمزة. مفتوح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم أنا كان عندي سؤال. تفضل. الموظف وقت ما يشتغل بمؤسسة معينة إذا ما كان عنده هم العمل هل ينجح؟ لا طبعا خلاص هيبقى موظف مش هينجح مش هيتقدم. هم العمل بيتنفس حاجتين، ان هو يطور نفسه او تطور نفسها كموظفة، نمرة حاجة انما اتنين يجد او تجد الاخت دي او الاخ ده مبادرات، يعمل مبادرات جديدة ويعرف دايما. يعني مثلا انا كنت مرة في زيارة لمكتب في الجمعية في مدينة في شمال غرب باكستان لما منطقة القبائل. فلما دخلت المكتب ده بعد الزلزال حصل هناك في باكستان، بسأل مدير المنطقة مش مدير المسؤول بتاع البلد كله، لقيت صور كتيرة موجودة على حيطة رئيس الوزارة المحلية والوزراء وكذا وكذا. قلت له مين اللي مشغلك؟ هذه الإغاث. قلت له مين اللي مشغلك؟ هذه الإغاث. أجاوبت أكلمت سألت سؤال ثلاث مرات. قلت له مين دول؟ قال لي دول ده فلان وده فلان وده فلان. قلت له أولا اللي مشغلك مش الإغاث. قال لي أمال مين؟ قلت له الفقير والمسكين والأرملة واليتيم اللي احنا بناخد الأموال اللي بتجيلنا عشان نصرفها على المشاريع وانت خادم على هذه المشاريع. ده نمره واحد. الوزير ده ما تحش عليك تحطوا لي في الصور دي، حط لي في الصور دي كلها صوره مين؟ صوره اليتيم والأرمان والمسكين. هم دول
اللي كل شاب من الشباب يحطها على المكتب بتاعته او يحطها في صورة اللي هو الايه السكرين بتاع الكمبيوتر بتاعه او الفيسبوك بتاعه. هعمل انا برئيس وزراء، هعمل انا برئيس جمهوريه، انا بقول لك اللي بيصرف عليك هو. فاللي ما عندوش هم عمره ما هيهتم. معايا ابو حمزه؟ اللي ما عندوش هم، يعني لما الانسان مننا ابنه يجيله الانفلونزا ما بينامش، عايز يودي ابنه، ابنه ارتفع درجه حرارته مش عارف عنده ايه 39 و40، يبقى هيجري على كل مستشفى لانه عنده هم ابنه، فهيهتم بابنه. انا ابني ده زي الولد السوري اللي مرض من في المخيمات، زي الولد الفلسطيني، زي الولد من مخيمات الروهينجا او اللي هو اليوغور او اليمن او لبنان او اللي هم في 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 كده يا ربي في الاردن، المخيمات الموجوده دي او في الفقراء اللي موجودين في 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 الصحراء الغربيه في افريقيا الى اخره الى اخره، او في امريكا اللاتينيه او في افغانستان. افغانستان فيها قرابه 39 مليون دخلهم اقل من 2 دولار، وفيها حوالي 20 او اكثر مليون على 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 شارع على ايه على حافة المجاعة. ما انا قاعد بعمل ايه لما كل عشرات الملايين دي كلها قدامي وانا مش مهتم بيها؟ طب انا قاعد باخد الوظيفه دي ليه؟ بروح اشتغل عند بتاع كاوتش ولا بتاع جزم ولا اي حته، كلها شغلات شريفه. ولكن احنا ما نتعامل مع البشر لابد ان نحمل هم البشر. شكرا يا ابو حمزه. الله يبارك فيك. أستاذ حاتم، ما أعتقد هيكون هذا آخر سؤال حتى الآن. أستاذ حاتم تفضل. شكرا يا أخت فاطمة. في يا هاجر المحاضرة الأخيرة اللي هي فيها الوصف الوظيفي، ابعتها لهم برضك لين يا فاطمة يا هاجر. إن شاء الله دكتور. الوصف الوظيفي. تفضل يا اخ حاتم. السلام عليكم، كيف الحال دكتور هاني؟ معك حاتم الكرد. حاتم مين؟ الكرد. يا ابني انت ورايا. شايف يا دكتور؟ كيف صحتك؟ خلاص انا يعني ايه، خلاص انا هعمل شراكه معاك ان شاء الله، يكون بيننا تعاون، ليش لا؟ على العكس الواحد يستفيد ويتعلم من حضرتك دكتور. احنا خدامينا، احنا الخدامين، كل هيتنا خدامين المساكين والمحتاجين والارامل والايتام ان شاء الله. يا رب. دكتور انا اتناقشت معك سابقا في موضوع الجمعيات الخيريه وكيف تتعاون مع بعضها. يوم الخميس حضرت اجتماع لجمعيات تركيه فعلا مطبقه النظريه وبتتعاون مع بعضها، اكثر من 20 جمعيه قاعدين في قاعة وبتكلموا على المشاريع وشو ممكن نتعامل، شو ممكن نعمل، شو ممكن نسوي، تطبقينها بطريقة رائعة جدا. نعم. حاولت أطبق الفكرة هاي على الجمعيات العربية اللي بنعرفها، مع الأسف حتى عنوانهم برفضوا يرسلوا لإلك. شو الحل في التعامل مع هاي الجمعيات؟ الجمعيات التركية يعني. التركية بتتعامل، العربية رافضة التعامل. شوف يا أخ حاتم، يعني اتعامل مع المتاح، واخد بالك، اتعامل مع المتاح، لانك انت لو دخلت فقلت ليه هما ليش وازاي وما ازايش مش هتشتغل، هتدخل نفسك في حاله ظلمه. انا هقول لك حاجه، صلاه على النبي، هنا عندنا بريطانيا خلاص العمل الخيري هنا بقاله مئات السنين خلاص، وجمعيات بسم الله ما شاء الله، في جمعيات بريطانيه 500 مليون ومليار جنيه. تقول لهم انا عايز سياسه كذا يبعتوها لك على طول. في جمعيات اخرى زي ما انت قلت اسلاميه وعربيه ما تبعتلكش حاجه، مفيش مشكله. انا عمرنا ما بعتنا شيء لحاجه زي الاوكس فام او سيف ذا تشيلدرن واقول لك لا اتفضل. خلاص في ناس حاسه ان ده الكنز بتاعهم هم، خلاص لو ادولك انت انت شوف. انا اتعلمت قاعده يا اخ حاتم، اللي كبر الصغير يكبر اكيد، واللي صغر الصغير يصغر، واللي يكون مع الكبار يكبر كمان، يعني بتعلم منهم.
هي معادلات. اللي قفى على نفسه كده بقول لك لا خلاص سيبه. انا مره من المرات في الثمانينات كان في بنك اسمه بنك مش عارف حاجه اسمه زيورخ كده، هو كان بنك باكستاني، كنت بروح عشان اديها تبرعات، فكان بيقفلوا الباب في وشي خلاص. بعدها بكم سنه سبحان الله الدنيا دي دوار، وانا قاعد في المكتب، كان مكتب غرفه ما كانش حاجه كبيره بقى يعني، لقيت حد بيخبط علي، مين ده؟ مدير المكتب، مدير البنك ده سبحان الله جاي علشان نفتح حساب. نفس الشخص ده كان بيقفل الباب في وشي لان انا كان ما عنديش ميزانيه، انا كنت بستجديه، هو اللي جاي بعدها بكام سنه لما ربنا فتح علينا وقال لنا تعالى افتح حساب عندنا. فاللي انت شايفه بالطريقه دي ما تضيعش وقتك معاه، ما تقعدش تبكي على اللبن مسكوب، خلاص لبن وقع عندك الاتراك وانت عايش في تركيا، خش معاهم اشتغل اهم اشتراكات معاهم ان شاء الله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. شكرا لحضرتك دكتور، جزاكم الله خير اجمعين يا رب. استاذ حمزه لو بس ان شاء الله تختصر في سؤالك. حمزه طرفي الأخ حمزة. ما أشوف اسمه أونلاين الآن. عبير السودة هاتي دي. هذا دي الأخت دي. إزيك يا أخت عبير؟ سلم عليها. أوكي أخت عبير. لا هي بس بتسلم علينا عبير. الله السلام عليكم دكتور. الحج عبير السودة هي المديرة، المديرة بتاع جمعية حسنات. احنا مش دكتور عفوا يعني محاضرة قيمة جدا وثمينة، وبنشكرك على قبول دعوتنا وهالمحاضرة الثمينة جدا. حضرتك بدون اي احراج دخل وقت صلاة العشاء في بريطانيا لو كان حضرتك. لا انا صليت المغرب عشان كانت هتخلنا خمس دقائق. نعم بس عبير عندها سؤال، لو كان عندها سؤال. تفضل تفضل. شكرا تفضل يا اخت عبير. سنختم بعبير المسك او مسك العبير مش كده برضك؟ والمايك مفتوح بس. تفضل يا اخت عبير. يا عبير. طيب ما يسألك بعد قبل الثانية ايه انت يا فاطمة؟ ايه ريلي التشات بتاعها؟ السؤال هو ايوه ما هي رسالتك بعد التجارب الانسانية هذه والقرص القيمة للمؤسسات اليوم؟ يعني اعتقد هو يحتاج الى ملخص الرسالة التي تريد أن توجهها بعد هذه التجارب التي ذكرتها. طيب هاتي بقى نظرية الحمار يا أخت نشرح الآية. هاتي لي حبيبي الحمار ده. أنا مشيت فطور الحمار 20 سنة وأنا سعيد بهذا عشان أتعلم، وترقيت من فلسفة الحمار إلى فلسفة المسحراتي لأن أصبح عندي خبرة وأصبح عندي قدرة على التعامل مع الناس. والآن المرحلة السؤال اللي تسألي عليها أخت عبير اللي هو الخلاط، إزاي أطلع من الشباب المتطوعين عندك في لبنان يا أخت عبير عبير تانية وتالتة ورابعة وخمسة وعشرة وحسين تاني وتالت ورابع وخامس وعشرة وفادي تاني وتالت ورابع وخامس؟ هو ده الخلاط. إزاي أنا أو إحنا جميعا نستطيع أن نكتسب خبرات الشباب ونحول خبرات الشباب مع خبرتنا إلى مسيرة للمستقبل والحاضر، حاضر هؤلاء الشباب ومستقبل الشباب التانيين. فنرجع في أول كلمة في الشريحة اللي قبل كده يا أختي ولا بعد كده، اللي بعد كده الشريحة اللي بعد كده يا هاجر، اللي هي تصبح أنت يا عبير القوة الجاذبة والبطاقة المتوهجة والنور الساطع، اللي هي في الآخر
هاتي بقى بعدها بشرحتين. ايوه بس اصبحي انت البوتقه الجاذبه المنيره. لابد يا عبير يا اخت عبير رب رضي الله عنك انك بعد مسيره 20 30 سنه تصبح انت بوتقه كلها طاقه جاذبه من الحنان والحب للمجتمعات اللي اشتغلت فيها، ومنيره لطرق من حولك ومن بعدك ومن امامك. ده الدور اللي احنا نقوم فيه بعد 30 او 35 او 40 سنه من العمل الدؤوب في ثقافه فلسفه الحمار او فلسفه ثقافه الحمار، علشان اتعلم من اخطائي ثم الانتقال لإفاقة الناس كمسحراتي، ثم أكون خلاط أو نكون كل بعض خلاطين. يعني أنت أعودي مع المتطوعين يا أخت عبير واسمعي منهم، هتلاقي أحلام غير عادية. زي ما أنت مثلا بتقعدي مع أولادك في البيت الصغيرين، كل واحد فيهم عنده حلم كبير عايز يحققه. فبالتالي من فلسفة فكر ورونق الحمار في العمل إلى فلسفة وفكر المسحرات للإفاقة إلى فلسفة وفكر خلاط، لكي نستطيع أن نجعل هذا النسيج أو هذا المزيج يقود المجتمعات في المستقبل. أنا حلمي اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي يا أخت عبير، أتمنى قبل ربنا إن شاء الله، يعني إن شاء الله إن شاء الله قريبا أو بعيدا الله أعلم، إن إحنا نعمل مسيرة بناء قيادات المستقبل. إنها بحلم بها بقالي 20 سنة. شكرا يا عبير. الأستاذ فادي ما فادي من فيهم؟ فادي أبو حسنين هو رافع إيده. تفضل. أتمنى يكون سؤالك مختصر لأن الوقت لا. هعمل مداخلة بسيطة جدا جدا يا دكتور، وبداية بحب أشكر حضرتك يعني كثيرا على الموضوع، ولكن في حاجة مهمة جدا اللي حضرتك تنوهت لها سابقا، وهي موضوع الرننج كوست. الرننج كوست انه لما يكون في مجموعة ائتلاف من مؤسسات على مستوى الان جي اوز او السي بي اوز المؤسسات القاعدية، احيانا بتلاقي مؤسسة او مؤسستين بيخرجوا عن الصف، يعني انه هو they accept all of the anything. يعني انا قدمت لهم مشروع بدون رننج كوست، هو هيقول لك اوكي. قدمت لهم مشروع مجحف، يعني تايب اوف انترفنشن، طبيعه الانشطه لا تحقق الهدف. فالصح انا ممكن لو بائتلافي، لو مؤسسه واحده شريكه معايا دكتور ومؤسستين في المستقبل، المؤسسه اللي رفضت تنضم للتحالف عشان نحقق ايديولوجيه تخدم التنميه الديفلوبمنت احسن من الريليف. يعني الريليف هو شيء مؤقت، ولكن الديفلوبمنت اللي هو السورس انكمينج سورس عشان نوصل لحاجه اسمها الكومبريهنسيف ديفلوبمنت اللي انت بتخدم فيها الناس. ما هو انا مش طبيعي، مش لوجيك ان انا اجي اقدم الفود بارسل لشخص معوز، او اقدم له مثلا مشروع انكم ايكونوميك انكم وهو اصلا فقير هياكل راس المال. صح. فلازم على اللونج تير نعمل دراسة لكل حالة، كيس باي كيس، حالة حالة، في ائتلاف يكون المشروع كبير ويحقق نفس وتتشارك كل المؤسسات فيه في هدف واحد، انه انا بدي اعمل خدمة مجتمعية ونقل اقتصادية مجتمعية داخل المجتمع اللي انا بخدمه. نعم يا دكتور. وشكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا جزيلا، بارك الله فيك. طبعا جميعا. طبعا انا بس هقول حاجة اخ فادي، ما فيش شيء من غير مصاريف إدارية في الدنيا دي، دي قاعدة. واللي يجي يقول لك 0% قول له كذاب بيرسنت. في بعض المؤسسات دلوقتي مطلعة موضة جديدة بتقول لك أنا ما باخدش مصاريف إدارية، كل التبرعات بوديها. أنا أقول له ولا مؤاخذة، لابد تقول لي بتجيب مصاريفك إدارية منين. دي نمرة واحد. المكان الوحيد اللي ما فيهوش مصاريف اداريه يا اخ فادي ويا اخت عبير ويا اخ حمزه وابو حمزه هو الجنه. ان شاء الله لما نخش الجنه كده تقعد كده على الكرسي ان شاء الله، وتقول انا عايز حمام يجي لك الحمام، عايز بطيخ يجي لك بطيخ، عايز شمام يجي لك شمام، عايز لبس يجي لك كل الحاجات دي، لان ربنا متكفل. اما في الدنيا دي تقول لي ما فيش مصاريف اداريه،
اقول لك انك غير صادق. لو كان عندك اوقاف قول، لو كان عندك مانع مدي مصير بدنيه قول، بل بالعكس بالعكس قد تصل المصاريف الاداريه في بعض الاماكن الى مستوى عالي جدا على حسب خطوره العمل، 20% و30% ممكن واكثر من كده. يعني مثلا لما كان بتقفل السودان ايام الحرب ما بين الشمال والجنوب في فصل الشتاء عشان الامطار كان بيحصل فيه اسقاط جوي، والا الناس كانت هتموت، ما فيش طرق. الاسقاط الجوي كان بيرفع المصاريف الاداريه ل 50 و60%، علشان ال 40% دول هاي ينجوا الناس من الموت. والاسقاط الجوي ده حصل ايضا في العراق من كام سنه، عملوا لهم اسقاط جوي في احد المناطق مش عارف في الموصل او فين. فبالتالي المصاريف الاداريه مش 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 نسبه واحده، في مشروع ياخد 5%، في مشروع ياخد 10%، مشروع ياخد 20%. الناس اللي عايشين على الجبال، الاماكن اللي احنا محتاجين نشتري فيها عربيات دفع رباعي، كانوا يعني بيتريقوا علينا زمان يقولنا انتوا بتجيبوا دفع رباعي ليه؟ قال لهم ما فيش طرق. جبال، هضاب، برك، مستنقعات، هنروح لهم ازاي؟ حتى كنا بنستعمل في 2001 في 2001 في فصل الشتاء اللي احنا فيه دلوقتي في افغانستان الحمير عشان تطلع الاكل على ظهرها للجبال. كانش حد يعرف يطلع الجبال دي الا الحمير، على كل دار حمار 20 او 30 كيلو كيسين يعني كده وكده. فتخيل بقى الحمار ده طالع ونازل بيتكلف قد ايه وهكذا. فبالتالي قول للشباب اللي بيقول ما فيش اسباب انه انت قول للمانع حرام عليك، اتقي الله اتقي الله. اذا كان ربنا قال في الزكاه ولا عاملين عليها ولا عاملين عليها. دكتور هو الجزئيه اللي انا حابب اوضحها لحضرتك انه المانع لو فهم ان انا ادي مصاريف اداريه لمشروع معين انه المؤسسه القائمه على تنفيذ المشروع هتنفذ الانشطه يعني الخدمه هتوصل للمستفيد كامله دون استقطاع، يعني هو بيجازف بالمشروع في مستوى من مستويات تقديم الخدمه عشان تغطي الرننج كوست زي ترانسبورتيشن والكوميونيكيشن والادمن كوست وكل الطبيعه دي. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، شكرا جزاكم الله خير. في سؤالين بس ما ادري لو كان الوقت يسمح، فاتمنى اتمنى الاختصار من الجميع. استاذ احمد الشيخ كان رافع ايده. السلام عليكم، اسعد الله مساءكم بكل خير. انا وهاجر كنا نتسال هل انت يعني اول احمد شيخ ولا احمد اخر، فاهلا بك احمد. الله يحفظك. نعم هي بس مداخله للسلام على الدكتور استاذي ومعلمي، ولكي نحافظ على المشروع الذي بدا به الدكتور هاني البنا في كل المراحل التي ذكرها. انا تقريبا كنت معه في نصف هذه المراحل، فجزاكم الله كل خير يا دكتور وتقبل الله منكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتمم مشروعكم على خير يا رب. مشروعنا نا 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 مش كم ان ايه نون الف مشروعنا مش مشروعكم. لغه عربيه نشترك فيها كلنا، يبقى مشروع مين؟ مشروعنا ان شاء الله. مشروعنا نعم ان شاء الله. ازاي؟ عشان نروح نتعشى دلوقتي. تفضلي مين تاني يا فاطمه؟ استاذ محمد او ابو محمد، عفوا اتاكد من الاسم. ابو محمد، ابو محمد طرابي. نعم اهلا بك استاذ. اهلا بكم، السلام عليكم دكتور هاني والسلام للجميع. طبعا نحن سمعنا فيك قبل ما نتشرف بشوفة حضرتك لولا عبر الزوم يعني. ربنا يبارك فيك دكتور هاني. خلال مسيرتك الطويلة طبعا بالعمل الإغاثي والإنساني، حبيت أسأل سؤال. طبعا خلال أي مسيري أو أي مشروع بكون في عرقيل كتير، شو العرقيل اللي ممكن الدكتور هاني أو أي شخص ماشي بمشروع إنسان وإغاثي ممكن ما يتجاوزها أو ما يمرقها مرور الكرام؟
سؤال ثاني لو سمحت، سؤال ثاني صغير. احنا في طبعا بحكيك باسم جمعيه حسنات الخيريه للتنميه البشريه في شمال لبنان مخيم نهر البارد. نحن عندنا يمكن اقول عنها مشكله، طبعا خلال او من شروط العمل الانساني والاغاثي كرمال الدونرز والكذا يتطلب تصوير وتوثيق. نعم. عندنا احنا بنصادف مشكله بهالموضوع، يعني ممكن في ناس ما تتقبلش موضوع التصوير. وصل, وصل, وصل السؤال الثاني. وصل وصل وصل. نعم. وصل. عندي مشكله بالنسبه لك. نعم. الثاني ده بالذات لا تصور احد، لا يعطيك الاذن. نعم. لان ده بيكون في خيانه للشخص، لان الشخص ده مش سلعه. الشخص ده يا اخ فادي ابو حسنين، مش كده برضك ولا مين؟ ابو محمد طرباين. أبو محمد. الشخص ده الفلوس اللي احنا بنديها له دي والباكت ده بتاعته، ده ماله، ليه بنهينه؟ في بعض الناس عايز يصوره، في بعض الناس مش عايزين. خلاص اصبح يكون عندك سياسه في التصوير، اصبح لازم يكون عندنا سياسه في التصوير. نقول المانع كده، الناس مش عايزه تصور. الناس بعض الاحيان الاطفال لما بياخدوا الشنطه، ادي الشنطه شايفيني كده، الشنطه لما بياخدوها مكتوب عليها شعار المؤسسه، لما بيروحوا مدرسه الاطفال بيتريقوا عليهم، بيضحكوا عليهم، فبيضطروا يشيلوها. فانت ادي الشنطه من غير اسم عشان ما تجرحش صاحب المال. احنا بنجرح صاحب المال يا اخواننا، لنعرف كثير، نعرف كلنا جميعا ان صاحب المال هو الفقير. احنا ما بنتفضلش عليه، ده هو اللي بيدفع لنا مرتباتنا من المصاريف الاداريه. صحيح صحيح. حتى ولو كنا احنا مانحين من اموالنا الخاصه. نعم. في اموالهم حق معلوم، خلاص طالما في حق ربنا عن عليه مش بتاعك، سواء كان زكاه او صدقه، خلص. فما نهنش الناس اكتر من كده. تبقى الاخت واقفه كده وبتاخد منك الحاجه وهي مكسوفه. ليه؟ تخيل ان اختي امك او امي او بنتي او خالتي او عمتي او زوجتي حصل لها كده، تهان حتى وهي بتاخد فلوسها؟ لا. ده بالنسبه للتصوير. العراقيل اللي ما تنزلش عنها هي ايه؟ هي قيم المؤسسه اللي انت بتتكلم عنها. في بعض الاشياء في القيم والاخلاقيات مش هتنازل عنها، بلك رساله المؤسسه مش هتنازل عنها، لان هي دي اللي انت واقف من اجلها. حق اليتيم والارمله مش هتنازل عنه ابدا. المصرف الاداري مش هتنازل عنها. كل الحاجات دي نتكلم فيها ليه؟ لان انت المؤسسه دي هي رساله وهي رؤيه وهي قيمه وهي قامه وهي مسيره لبناء مجتمع. تخيل بقى ان احنا بنبني مجتمع على عدم وجود قيم. كل شويه بنغير قيمنا، كل شويه بنغير رسالتنا، كل شويه بنغير اخلاقنا. هنبني مجتمع شكله ايه ده؟ زي ما انت شايف، بدون ذكر اسماء الدول، احد المذيعين امبارح في احد التلفزيونات العربيه جايب شاب عمل ضرب سنجه في راسه كده وشارع طالع لفوق ومش والى اخره، وعمل اغنيه كده جابت 5 مليون لايك. طب ما انا عندي 3 مكفوفين ولا 4 مكفوفين في نفس الدوله وحفظ القران الكريم، ما جابهمش المذيع. عندي ناس ابدعوا في الشعر وفي الادب والثقافه والتاريخ، ما جابهمش نفس المذيع. نعم. عندي ناس ابدعوا في العلم وجابوا يمكن 100%، ما جابهمش المذيع. يبقى احنا كاعلام اصبحنا بنغير قيم وثقافه المجتمع على سياسه الهاشتاج واللايك، ونمشي من غير قيمة، من غير أخلاقيات. ما ينفعش إن أنا أواجه المؤسسات دي بوشين يا أخ أبو محمد، أقول لهم شيء وأعمل شيء تاني. لأن أتذكر كلمة قالها لنا أحد الناس اللي ما كانش متعلمين زي حضراتكم، كان فلاح ومن كان من الدعاء لله في 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 فيما مضى يعني. قال يا شباب يا صغيرين، إذا اعتليت المنصة المسرح وأصبحت تحت الأضواء، فاعلم أن الناس تسمعك بأعينها. لبسك، كلامك، شكلك، شكل ولادك، شكل زوجتك، هكذا.
أنت مراقب مش بالسماع، بالحركات بتاعتك. فلذلك في أشياء أنت تحددها، مقبلك يعني أنت قادر تخش الإسلام من غير لا إله إلا الله؟ لا طبعا. الأركان الخمسة مش هتنزل عنها، في أشياء تانية جت بعد كده. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خرج الجيوش عشان الزكاة، صح ولا غلط؟ صحيح. ركن الأركان الإسلام خرجوا. ممكن ما تقدرش تحج عشان أنت فقير أو أنا فقير، ما أقدرش أصوم عشان أنا مريض، ما أقدرش أصلي عشان أنا إيه مثلا غاب عني العقل. لكن اللي هو الزكاة للقادر لا، الشهادة لا. فلذلك في أشياء أنت بتحددها داخل مؤسسة تقول لا ده خط أحمر. جزاكم الله خير يا أخي محمد، بارك الله بكم دكتور، إن شاء الله ربنا يبارك فيك إن شاء الله. أخت فاطمة. أخ حسين. أيوة أيوة فاطمة. آسفة يا خلاص ما في أسئلة أخرى، فأخ حسين أنا لو تختم الاجتماع بإذن الله. أخ حسين بارك الله فيك دكتورنا الحبيب، ونتمنى إن شاء الله نتمنى دوام التواصل و... آمين. وإن شاء الله يعني تقبل إن شاء الله دائما إطلالاتك الباهرة معنا إن شاء الله. وأتمنى قريبا إن شاء الله راح أشوفك بلندن، الله أعلم إذا الله يسر الأمور يا رب. ونتمنى إن شاء الله ربنا ينجح المقاصد بالمشروع القادم اللي هو بناء القيادات المستقبلية للمؤسسات الخيرية يا رب، ويكون إن شاء الله مشروع فاعل و... ويأتي بكله إن شاء الله ويتحقق المراد بإذن الله جميعا جميعا جميعا. شكرا يا أخ حسين. أنا مشكور جدا لتلبية دعوتنا مرة تانية، شكرا لجميع الحضور، شكرا أختنا فاطمة حرزي بارك الله فيك، والأخت نجوى والله نجوى نعم هاجر هاجر عفوا أمنا هاجر هاجر، وفريق المنتدى الإنساني العالمي جميعا جميعا. وإن شاء الله نلتقي فيكم ونصير إن شاء الله نسعى للعضوية زي ما حكينا مع الدكتور بإذن الله إن شاء الله. بنا يبارك فيك. شكرا السلام عليكم.